ولا فخر، فثبت أن خير ولد آدم. لكن هل هو خير خلق الله؟ ممن توقف فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وجاء ذلك في فتاوى نور على الدرب وفي فتاوى لقاء الباب المفتوح. وإما قال أنه خير خلق الله صلى الله عليه وسلم وخير من جبرائيل اللجنة الدائمة الشيخ بن باز الشيخ بن جبرين الاطلاق عليها محمد وشيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم وابن المنذر وجلة من أهل العلم، والذي يترجح أنه خير خلق الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال فيه الناظم وهو خير خلق الله بلا اختلاف، فقله بلا امتراء ولا امتراف. وألف فيه في الشنقيطي منظومة كاملة في هذا الباب، ليس الشيخ الأمين لكن أحد علماء الشناقطة، في أنه خير خلق الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والدليل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في رحلة المعراج وكان ووصل إلى سدرة المنتهى، فقال جبرائيل هذا مقامي، تقدم ولو تقدمت يا أبا القاسم لاحترقت، لو تقدمت لخطوة يعني لإيش لاحترقت. فتقدم حتى سمع صريف الأقلام، وهذا يدل على إيش؟ يدل على ذلك، وأنه أرسل للثقلين الإنس والجن، فيدل على أنه خير من هذا من هذا. ثم هناك مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهل أن الإنس أفضل من الملائكة؟ فهذه المسألة الراجح فيها أن ابتداء الخلق فإن الملائكة خير من الإنس، لأنها خلقت من النور، وبالمنتهى فإن صالح الإنس خير من إيش؟ من الملائكة، لقول ربنا عز وجل والملائكة تدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار. فإن الملائكة تدخل عليهم وتهنيهم وتسلم عليهم. والمسألة أيها الكرام الفضلاء ليس فيها يعني كبير طائل من وراء هذا ليش البحث، لكن أردنا أن نفصل في هذه المسألة وأن نبين ما قاله العلماء فيها. تفضل. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال قول خير خلق الله. قول هذا من عندي يا شيخ. أنا انت دخلت في متن الشيخ؟ لا لا، انا قلت بسم الله الحمد لله الصلاه على انا عارف انه من عندك. اقول لك انا ايضا اي دخلت الشيخ الحين شيخ دخلت متن الحمد لله. ايوه ادينا مقدمه الشيخ المقدم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، ورضي الله عن صحابته اجمعين، ورحم الله عبدا اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، فمن عظيم وايضا من الاخطاء التي يتركها المشايخ لا يثربون على المملي ليحرجوه، وهي كلمة أما بعد. ومعروف عند العرب أنه لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، خذ القاعدة هذه، لا يبدأ بساكن عند العرب ولا يوقف على متحرك، ولذلك يقولون سكن تسلم، فنقول أما بعد بسكون الدال مع القلقلة إن أردت. وإن قلت أما بعد من غير قلقلة فأحكام القراءة لا تحكم عليها أحكام التجويد، وإن كان يجوز قراءة المتون بالتجويد ولا حرج في ذلك. وأما بعد من كان بادئا فيه خلف وداود أعدل. عرفت إيش معنى المثل للبيت هذا؟ وأما بعد من كان بادئا فيه خلف وداود أعدل، خلاف من يعني قالوا من أول من قال أما بعد في خلاف، وأعدله أن أول من قال به داود عليه السلام، وهو تفسير قول ربنا عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فهذا هو فصل الخطاب، وفيه أنه ينتهى من براعة الاستهلال إلى الدخول في المقال، ينتهى من براعة الاستهلال إلى الدخول فين؟ إلى الدخول في المقال. نعم. أما بعد، فمن عظيم آثار حفظ الله لكتابه شد السلف على مسلك تجريده من أي إحداث أو أمر مضاف. دي خصيصة للدين يا جماعة، هذه خصيصة للسنة والجماعة، أنهم
جردوا هذا الكتاب من البدع، وهذه خصيصة لهذه الأمة، أمة الإجابة. والله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر ونحن له حافظون. فمن الحفظ أن يجرد الله عز وجل له علماء في كل زمان ومكان ينفون عنه انتحال المبطلين وغلو الغالين. نعم، في رسمه وترتيله وقراءته وإقرائه وأدائه وأذكاره، وهذا عنوان إعجازه يدخل في قرنه الخامس عشر دون أن يصل إليه تغيير وتبديل أو تحريف وتعديل، زيادة أو نقصا. فسبحان من أنزله وحفظه وهيأ له حفاظا وأنصارا. وحفاظا وأنصارا، وجعل المسلمين له حراسا وأجنادا. وكان من آثار رحمته سبحانه في حفظ كتابه تنبيه العلماء وبخاصة القراء منهم على محدثات جهلة القراء، وبخاصة القراء منهم. كيف ضبطت عندك؟ مو مشكول الكتاب يا شيخ. وبخاصة القراء منهم. وبخاصة القراء، ها؟ خاصة اسم فاعل يا شيخ ولا ايش؟ جار ومجرور؟ ايه بخاصة. قراء مبتدأ مؤخر. خبر مقدم جاهز التقديم، لأن الخبر شبه جملة ومبتدأ وبخاصة القراء منهم على محدثات على محدثات يا شيخ، محدثات هنا. محدثات هنا مخفوض على محدثات على محدثات جهلة القراء واتصال حبل الإيقاظ عما يداخله في زمان أو مكان أو كيفية أو مقدار أو جنس وأسباب في محيط قاعدة الإسلام. أعد. واتصال حبل الإيقاظ عما يداخله في زمان أو مكان أو كيفية أو مقدار أو جنس وأسباب في وأسباب. نعم، عاطفة على مفعولات. أيوة. على اللي قبلها. أيوة. وأسباب في محيط قاعدة الإسلام. أيوة. المعروفة منه بالاضطرار، وهي وقوف العبادات على النص ومورده لا غير. وهو وقوف العبادات على النص ومورده لا غير. ومورده لا غير. هذه القاعدة التي تقول أيها الكرام الفضلاء أن الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في الاستدلال، والأصل في الحكم الاستدلال. الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في الحكم الاستدلال. فلا تحكمن من غير نص ومن غير ماذا؟ ومن غير دليل. وكان الإمام أحمد يقول ينصح عبد الرحمن بن الهادي، يقول: لا تقولن بقول ليس لك فيه سلف. لا تقولن بقول ليس لك فيه سلف. ورحم الله امرأ تكلم بقول له فيه سلف. نعم. وعليه فهذه النبذة امتداد. النبذة أو النبذة كلاهما صحيح، وبالفتح للموحدة أفصح. نقول هذه نبذة، ويصح أن تقول هذه نبذة ونبذة وبالفتح أفصح. نعم. وعليه فهذه النبذة امتداد لحبالهم الموصول في تجريد كتاب الله عن محدثات الأمور. يعني يقول لك هذه النبذة الآن لنا، أنا سأذكرها في هالرسالة، وهي بعنوان بدع القراء القديمة والمعاصرة، لأنك قرابة 62 صفحة، يعني تدخل في هذا الباب وهذا الإطار الموصول بحبل الاستدلال والسنة والبعد عن البدعة. نعم. قيدت فيها رؤوس المسائل لبدع جهلة القراء التي نبه عليها المتقدمون، وعنيت بالبحث ما اتسع انتشاره، وهو التمايل عند القراءة وما أحدثه المعاصرون. وقفة هنا، والله هنا وقفة يا أخي أبو الكرام. ويقول أبو حيان في كتابه البحر المحيط، وهو كتاب في التفسير ويدخل في باب التفسير التحليلي، يقول: ولقد كان الأساتذة يضربون الطلاب في الأندلس على التمايل عند القراءة. قال: وقد كان أيوة اللي يقرأ ويتمايل.
هذه كلها أشياء أيها الكرام الفضلاء انتشرت ودرج الناس عليها، ثم تجدهم بعد ذلك يقول إنما ننشط بها على القراءة. نقول يا أخي الحبيب، من كان قلبه حاضرا فإنه سينشط، وإن كنت تقرأ وأصابك شيء من الكسل فقم وغير ماذا؟ المكان، وغير الجلسة رعاك الله. أما أنك تنشط حتى أصبح هذا منتشرا انتشار النار، انتشار النار في الأشياء، لا تفرق فيه بين طالب وأستاذ، يتمايلون عند القراءة. وقال أبو حيان كان الأساتذة يعني الأستاذ في الكتاب يضربون عليه الطلاب ليمنعونه فيه. ومنهم من قال أن هذا منقول من من اليهود، لأنهم يتمايلون عند حائطهم المزعوم الذي يسمى بحائط المبكى حينما يقرؤون في توراتهم المحرفة. فلذلك ينبغي أن نترك كل هذا. وما عرف عن السلف أنهم كانوا يتمايلون عند القرآن، إنما هذا شيء أيها الكرام الفضلاء دخيل على أمة الإسلام وعلى أهل القرآن. ونحن ندري أن الذي يفعله لا يشابه به أعداء الله، نقول لكن تركه هو الصحيح وهو الصواب، وهو الصواب إن شاء الله. نعم. وما أحدثه المعاصرون وهو في قالبين، تعبد القراء في تقليد قارئ آخر في قراءة القرآن داخل الصلاة أو خارجها لجدة حدوثه وشدة الولع به، وقراءة الإمام على صفة الالتزام في صلاة الجمعة لما يراه متناسبا مع موضوع الخطبة. هذه مسألة أخرى أيضا من مسائل الجلة، مسألة التقليد. ومسألة التقليد أيها الكرام الفضلاء والمحاكم، إذا كانت لا يكون فيها من التنطع والتكلف فلا حرج في ذلك، أما إذا كان فيها تنطع وتكلف وكان التقليد فيه بدعة فيترك مثل هذا وينهى عنه. ثم عندنا المسألة التي ذكرها هي مسألة جليلة، إذا خطر على الإحسان فإنه يقرأ في الصلاة عن إيش؟ بآيات الإحسان. وقال شيخنا الفوزان وهذا بدعة، وهذا بدعة. النبي كان يا أحباب الكرام في يوم الجمعة إما كان يقرأ بثلاثة أنواع من القراءة، إما بالأعلى والغاشية، أعني الفاتحة والأعلى في الأولى والفاتحة والغاشية في الثانية، أو بالأعلى أو بالفاتحة والجمعة في الأولى والفاتحة والمنافقون في الثانية، أو وهذا يغفل عنه كثير من الناس، بالفاتحة والجمعة في الأولى والفاتحة والغاشية في الثانية. إذن عندنا ثلاث، أعلى وغاشية، جمعة ومنافقون، جمعة وإيش؟ وغاشية، جمعة وغاشية. فإن تيسر لك من هذا فالحمد لله، ولا تقرأ بجزء من كل سورة في كل ركعة، أو أن تقسم السورة على ماذا؟ على الركعتين. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويحكى عن الشيخ بن باز رحمه الله أنه كان في مسجد من المساجد التي أمها المسلمون ومساجد مشهورة، وصلى الإمام ثم قرأ بالأعلى في الأولى وبالإخلاص في الثانية، فأنكر عليه الشيخ بن باز فقال يا شيخ رأيت الحر وكذا، قال أنت لن تكون ألطف بعباد الله من الله، ولن تكون ألطف بعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي احنا ابتلينا به، وهو الافتئات على الشريعة، والافتئات على النبي عليه الصلاة والسلام، والافتئات على سنته. فيظن هذا الإمام مثل ما قال لك جهلة القراء. نحن الشيخ بكر أبو زيد طبعا في ألفاظه يقول الشيخ بن عثيمين لما شرح حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد، طبعا أولا من المناقب أنه ما عرف شيخا يشرح كتاب يشرح كتابا لشيخ في حياته، هذه من النوادر. فكان الشيخ بن عثيمين لما يشرح هذا يقول عجبت لما يأتي عندي ألفاظ مثل الطبولية وكذا، موجود ألفاظ جميلة داخل إيش، يقول عجبت من أين يأتي بها الشيخ بكر إيش، بكر أبو زيد. ففعلا تجد يعني ألفاظ جزلة وقوية ولغوية ولا يتكلفها رحمه الله رحمة واسعة، ولا يتكلفها. فالله عز وجل قد أعطاه يراعا، وقد أعطاه قلما سيالا جميلا، وألفاظا جزلة لغوية صحيحة أيها الكرام الفضلاء. وهذا فالله يؤتيه من يؤتيه من يشاء، والله يؤتيه من يشاء. فلذلك علينا أن نتبع ما ورد، وأن نبتعد عما ما لم يرد. وإن لم تتمكن من قراءة هذه السور فاقرأ في غيرها، لقوله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر منه. لكن لا تقسم سورة على ركعتين،
أعني في الجمعة أو في فجر يوم الجمعة تقسم السيدة على ركعتين ولا الإنسان ركعتين، يأتي بها كلها أو تتركها أو أن تتركها كلها. نعم. ومن المعلوم أن نشوء البدع إنما يكون من الإفراط والغلو في الدين وضعف البصيرة والفقه فيه، ومن أسباب فشوها وانتشارها السكوت عنها وترك التحذير منها، وهذا من فترات القصور والتقصير لدى بعض أهل السنة. ومن الغبن الفاحش أن يكون صاحب القرآن متلبسا ببدعة، فكيف إذا كانت من المحتدات في قراءة القرآن العظيم؟ رأيتم من الغبن والغين المعجمة والباء المحددة التحتانية والنون المحددة الفوقانية، نقول غبن فلان في كذا وسمي يوم القيامة بيوم إيش؟ بيوم التغابن، بيوم ماذا؟ بيوم التغابن. فالغبن هو بخس الحق، يقول فلان غبنان. وعندنا خيار في البيع اسمه خيار إيش؟ خيار الغبن. إذا كان الغبن فاحشا ويعني غرر بك تغريرا فاحشا وأساء إليك في السعر إساءة فاحشة. نعم. في هذا صار التنبيه فانتظمت هذه النبذة التنبيه على محدثات القراء. فانتظمت هذه النبذة التنبيه على محدثات القراء التنبيه على محدثات القراء في القديم والحديث داخل الصلاة أو خارجها، معقودة في أربعة أبحاث. الأول، رؤوس المسائل لبدع القراء التي نبه عليها العلماء. الثاني، حكم تعبد القارئ بتقليد صوت قارئ آخر. الثالث، التمايل من القارئ والسامع. الرابع، العدول عن المشروع في قراءة صلاة الجمعة إلى ما يراه الإمام مناسبا مع موضوع الخطبة. فإلى بيانها على هذا الترتيب مؤسسا على أصول السنة التي ترد بها كل محدث. مؤسسا اسم مفعول. مؤسسا على أصول السنة التي ترد بها كل محدثة وبدعة. ومن أجلها وقف العبادة على النص في دائرة جهاته الست، وهي السفر في دائرة جهاته الست وهي. نعم. إذن هذه القاعدة الأصولية التي تقول والأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف، يعني استدل قبل أن تعمل أو تعتقد. والأصل في العبادات الحظر حتى يدل الدليل على الإباحة، بعكس المعاملات الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. الحل والإباحة يدل الدليل على الحظر والتحريم. نعم. الجهاد الست يعني أمام وخلف ويمين وشمال وفوق في دائرة جهاتها الست، وهي السبب والجنس والمقدار والكيفية والزمان والمكان. احفظوا هذا، أي عبادة كانت فيها واحدة من هذه الست على غير دليل شرعي فهي بدعة. أعيدها. الله يرضى عليك. السبب والجنس والمقدار سبب العبادة وجنس العبادة. نضرب مثال، قرأ القرآن ثم سجد، ما سببها؟ قال لك سجد شكر. قال لك سجد ايش؟ شكر. اذا الان ايش السبب للشكر؟ اي جنس العبادة؟ سجد العبادة. نعم. هذه الثانية. الثالثة المقدار يخليها مثلا بعد كل ماذا؟ هذا مقدار السجدة، هذه 5 دقائق 3 دقائق وما يقول فيها. نعم. الكيفية اللي هي السجود. الزمان بعد كل ما يقرأ أو بعد كل صلاة. والمكان يجعله في المسجد أو في المكان الذي فيه. نقول هذه كلها ما عليها دليل. إذن هذه السيدة إيش نوعها يا شباب؟
مبتدعة. الله أكبر، احفظوا هذا وضعوه في والله قاعدة قوي تنزل على كل شيء. الله أكبر، هذه الأشياء السبب، الجنس، المقدار، الكيفية، الزمان، المكان، أي أمر يفعله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل السنة لما جاء رجل قال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فالنبي قال له الآن إيش أنا فيها وثلا يعبد، أكان فيها عيد للجاهلية؟ قال لا، قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. إذا لابد من هذه الأشياء أيها الكرام الأخضر، السبب للعبادة وجنس العبادة ومقدار العبادة وكيفية العبادة وزمان العبادة ومكان العبادة، أن يكون كل عليه ماذا الدليل، وتنزل هذا على كل أمر، عيد الأم، عيد الأب، عيد المولد، أي شيء تنزل عليه هذه الأشياء تستريح تماما، فتعرف هذه سنة ولا بدعة. فإن كانت سنة احتبلها نعم، وإن كانت بدعة فدونك ودونها، وهذا فراق بيني وبينها. نعم. وإيماء إلى أن أي حدث في التعبد ففيه هجر للعبد. إيماء يعني إشارة، أن أومئ إلى كذا يعني إشارة إلى ما يكون. نعم. وإيماء إلى أن أي حدث في التعبد ففيه هجر للمشروع واستدراك على الشرع واستحباب لما لم يشرع وإيهام للعامة بمشروعيته. لا، شوف الكلام الجميل، والله سبحان الله رسالة لطيفة لكنها يؤلف فيها مجلد. أعد بالله الكلام، أعد. وإيماء إلى أن أي حدث بالتعبد، أي حدث بالتعبد، الحاء والمهملة والدال المهملة والثاء المثلثة، الحدث يعني أي فعل، وليس الحدث من باب الطهارة هو قائم يقوم بإيش بالبدن، لا، يعني الحدث الفعل الآن، أي حدث الآن، أي فعل يفعله الإنسان. نعم. ففيه هجر للمشروع، يعني أي أمر محدث، هذا حدث، حدث يحدث حدثا، على هذا مصدر، أي شيء محدث، أي فعل محدث، وإياك محدثات الأمور، أي فعل محدث يحدث يميت السنة أيها الكرام الفضلاء، يميت السنة، وما أتت المحدثات إلا لإمادة السنة. نعم. أيها، واستدراك على الشرع. الله أكبر، معنى أنت أتيت بما لم يأتي به الشارع الحكيم، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الإمام مالك رحمه الله: وما لم يكن في عهد النبي دينا عليه الصلاة والسلام فليكن في عهد غيره دينا. ولذلك قال ابن مسعود لما وجدهم يسبحون قال: سبحوا عشرا عشرا، حمدوا عشرا، كبروا عشرا، غير ذلك. قال: إما أنتم على ملة أهدى من ملة إيش رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنكم فاتحوا باب ضلالة، وهي الثانية، يعني قال إما أنتم تفتحين باب ضلال. ولذلك هذا الحدث لما رآه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس في مسجد الكوفة، فذهب مباشرة لابن مسعود في ساعة قائلة يطرق عليه الباب، فكان نائما فانتظره على الباب لين صعد، قال له: طب ليش ما دخلت؟ قال: لأنه وجدتك لم تنتظر. قال: رأيت في المسجد شيئا وما رأيت إن شاء الله إلا خيرا، انظر إلى حسن نيات الصحابة وإلى بياض قلوبهم. قال: إن شاء الله ما رأيت إلا إيش خيرا. قال: ما دخلت، تعال انظر بعينه. ولدهم حلق حلق، معهم حصى، سبحوا عشرا، حمدوا عشرا، هلوا أكبر عشرا. قال: إما إنكم على هدي خير من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنكم فاتحوا باب إيش باب ضلال. هذا المبتدع أيها الكرام الفضلاء، يا إما أن هو يستدرك على الشريعة وعلى الشارع الكريم الحكيم والعياذ بالله ويفتئت عليه، أو أن يفتح الناس باب إيش ضلالة. نعم. واستحباب لما لم يشرع. الله أكبر، استحباب واستحسان لما لم يشرع، والاستحسان وهذا باب من أبواب الأصول الفقه اللي هي أصول الفقه الفرعية وليست الأصلية، ولا يكون الاستحسان إلا بدليل وقرينة تدل على إيش أن الشارع يستحب ويستحسن وإيش ويستحسن ذلك. أما ليس الإنسان استحسن أمرا فيفعله، هذا بدعة، ما عليه دليل فيفعله بأسباب مختلقة وأجناس مبتدعة ومقادير مفتعلة وفي أزمنة
وأمكنة وكيفية المبتدع تقول يرد نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما فطركم عند النسائي كان على المنبر في كل جمعة يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فين في النار. كل جمعة يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام في خطبته يحذر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من البدع ومن شرها. نعم. وإيهام للعامة بمشروعيته. الله أكبر. لما تجد إمام كل عشاء خميس ليلة جمعة يقرأ لنا بسورة الجمعة، وفي كل فجر يوم جمعة يقرأ بسورة الجمعة، وفي كل عشاء خميس ليلة الجمعة يقرأ بآيات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين صلى عليه وسلم تسليما. ما الذي يحدث للعامة يا كرام؟ يوهمون أن هذه هي ليش السنة، ويأتي يستدرك عليك وأنت تصلي وتقول لك يا أخي ليش ما سمعتنا اليوم يوم صلاة إيش الجمعة، الشيخ الفلاني كان يقرأها. صح كلامي ولا مو صح؟ وأنتم أئمة الأمر دين. أي الله أكبر. ولذلك روى الترمذي في الشمائل آخر أثرين عن ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا من تأخذون دينكم، وعن ابن المبارك قال إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. نعم. فيؤول الدين المنزل إلى شرع محرف مبدل. الله أكبر. وهذا الذي يفعله أهل البدع من مختلف مرجع خوارج صوفية إلى غير ذلك، خلاص أصبح هذا. ولذلك يقول ابن مسعود في أثر جميل جدا يقول كيف أنتم في زمان إذا غيرت فيه السنة فربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، فإذا جئت تغيرها قال غيرتم السنة، رأيت تربى عليها الناس ربى الصغير وهرم عليها ليش الكبير، شيب عليها الكثير وتربى عليها الصغير. تيجي تغير يقول لك أخي ما سمعنا في هذا في آبائنا، في آبائنا الأولين. أنتم أتيتم بدين جديد. نعم. أحيانا الله على الإسلام والسنة حتى نلقاه على ذلك. يا رب آمين آمين اللهم آمين اللهم. دائما الإنسان يدعو بمثل هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح كان يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وفي رواية يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وفي رواية يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا دائما الإنسان يدعو بذلك يا كرام، لأن الإنسان لا يدري، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح أيضا إن الرجل يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا الذراع 45 سنتي فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، عافر الله وإياكم. نعم. ونقل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعبد، كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. أيوه يعني فلا تتعبدوا بها. وهذا من حذيفة صاحب السر، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورأى يوما رجلا وفي يده خيط قال مما قال من الواهنة، قال إنها لا تزيدك إلا وهنا ولو مت على ذلك مت على غير ملة الإسلام، عفا الله وإياه. نعم. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، للآخر مقالا، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. خلاص ما ترك الأول للآخر شيئا أيها الكرام فضلا، ولا ترك السابق للتالي شيئا. نعم. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم. الله أكبر. نعم. والله المستعان. المبحث الأول في بدع القراء التي نبه عليها العلماء، اعلم أن تفريع بدعيتها هو بتنزيلها على أصول السنة لدرء البدعة، وقد تقدم الإيماء إلى أصلها في مقدمة هذه النبذة فمن هذه البدع التي نبه عليها العلماء التنطع بالقراءة والوسوسة في مخارج الحروف بمعنى التعسف والإسراف والإسراف خروج ما تجي شيء إسراف. فأقرأ كل إقرأ. والتنطع بالقراءة والوسوسة في مخارج الحروف بمعنى التعسف والإسراف
بمعنى التعسف والإسراف. والإسراف معطوف على شيء بمعنى التعسف. التعسف والإسراف خروجا عن القراءة بسهولة. الله أكبر. ولذلك ابن الجزري وغيره حذروا من ذلك من غير ما تكلف ولا تعسف. من غير ما تكلف. ايش يا اخي؟ من غير ما تكلف ولا تعسف. الانسان يقرا بدون تكلف بدون تعسف. وهذه مردها الى ماذا؟ الى الوسوسه ايها الكرام الفضلاء. اي نعم. واستقامة كما قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وقوله ورتلناه ترتيلا وعن إعطاء الحروف حقها من الصفات والأحكام إلى تجويد متكلف. وفي الحديث من أراد أن يقرأ القرآن رطبا الحديث أي لينا لشدة لينا لا شدة في صوت قارئه فليقرأه على طريقة ابن أم عبد. وهذه من مناقب أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يعني بدون تكلف ودون تعسف. ولذلك التجويد ليس هو التنطع ولا التكلف ولا التعسف في إعطاء الحرف حقه ومستحقه وإخراجه من مخرجه الصحيح، ولكن الممارسين لذلك يخطئون في أنهم يجعلون الطلاب أنهم يتنطعون ويتعسفون في مثل هذا. ولكن التجويد أيها الكرام الفضلاء هو قراءة سهلة جزلة لا تنطع فيها ولا وسوسة ولا تعسف. نعم. الخروج بالقراءة عن لحن العرب إلى لحون العجم. هذا هو المقامات. هذا هو المقامات أيها الكرام الفضلاء. ولذلك يقول اقرأوا القرآن بلحون العرب لا بلحون العجم. وهذا هو المقامات. فتجد أنه يدخل في القراءة فيريد أن يقرأ بالنهاون ثم بعد ذلك يخرج إلى السيكة ثم ينزل إلى العجم وهكذا إلى غير ذلك من هذه المقامات ثم إلى الكرد إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وهذا هو الذي نهى عنه الأئمة وهذا هو الذي نهى عنه المشايخ والعلماء قديما وحديثا. نعم. قال ابن قتيبة في مشكل القرآن وأذكر قصة لكم في ذلك. يحكي أحد الناس عن نفسه قال أول ما دخلت في تعلم المقامات وكنت ذا صوت جميل قال فكنت أصلي التراويح بجماعة مسجدي قدموني لا حفظ للقرآن ولكن أقرأ من المصحف ولأن صوتي جميل قال فكنت أقرأ بهم في كل ركعتين بمقام مختلف قال فلما انتهيت وكان والدي يصلي خلفي وهو من أهل القرآن قال فأردت أن يثني علي قال فلما ذهبنا إلى البيت فقال يا ابني ارجع كما كنت فقد أفسدت علينا ليلتنا قال ارجع زي ما كنت يا ابن الله يرضى عليك أفسدت علينا ليلتنا. قال فكان هذا أيها الكرام الفضلاء بمثابة تنبيه لي من طريق كنت سأسلكه وأظن أنه صاب وأنه الجمال. ولذلك القرآن أيها الكرام الفضلاء الإنسان لما يقرأ بالصوت الجميل بالصوت إن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا كما قال عليه الصلاة والسلام وزينوا أصواتكم بالقرآن. الناس يفهمون هذا خطأ فيظنون أنه هو المقامات إلى غير ذلك. لا، إنما هو أن يحسن الإنسان. ولذلك لما قال له ابن لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا يعني جملته لك في غير تكلف ولا تعسف ولا جري وراء المقامات. وأحد القراء الجيدين حقيقة سألوه يوما يعني أنت أفضل من يقرأ القراءة الحجازية قال ابني والله أنا لا أعلم شيئا عن هذا الكلام إنما هذا صوت الذي أعطاه الله الذي أعطاني الله إياه الشيخ محمد أيوب رحمه الله رحمه الله. ثم تريد الآن مقاطع ينزل يقول لك سيكا الشيخ محمد أيوب نهاود هو الله أعطاه ذلك. ولا بد أن تعلم أيها الكرام الفضلاء أن كل إنسان في صوت هذه المقامات كلها التي يسمونها صنع بسحرك اللي الصبا النهاوند العجم البيات السيكا الحجاز الرست ثم أضافوا إليها الكرد. كل إنسان في هذه ما تسمى المقامات مع وجود العرب الصوتية إلى غير ذلك، لكن إنسان يقرأ بها على طبيعته. وأيضا قارئ آخر يعني الشيخ سعد الغامدي ما شاء الله عليه يعني الله يوفقنا لكل خير وكان حتى لما كان الجسرية وغيرها يجعلها بصوته فلما من الله عليه بالقرآن فقالوا يعني تنشد لنا نشيد قال لا نشيد بعد أن من الله علي بماذا بالقرآن.
وهذا مغني أيضا أمريكي أسلم سبحان الله كان ذاهب في زيارة إلى إحدى الدول ليقيم فيها حفلة، وهذا الرجل باع أكثر من 17 مليون أسطوانة، لو كل أسطوانة بعشرة دولار يعني 170 مليون دولار بس حق مبيعات إيش الأسطوانات في الغناء. قال هو ينظر من ولغى الحفلة هذه واستضافوه اسمه أمير، اكتب توبة المغني الأمريكي أمير سمى نفسه أمير، فقال تسمعنا شيء من أغاني؟ قال لا والله ما أسمعكم إلا القرآن، وقرأ لهم سورة الفاتحة بما فيها من العجمة التي في صوتي. فلذلك هذا القرآن يفتح ويشرح الصدور أيها الكرام والفضلاء وييسر الأمور ويأتي بالخيرات والبركات، لكن من غير أن يتنطع الناس فيه في تلاوته بمثل هذه المقامات التي الشيخ سعد الغامدي وغيره من المشايخ يقول هذه أصوات التي أعطانا الله إياها. أما أن تذهب وتجلس مع موسيقار ويعطيك النوتة الموسيقية دوري مي فا صولا سي إلى غير ذلك، والقانون معه والعود ويعلمك، تقول أنا أريد أتعلم القرآن، وسبحان الله وما من إنسان دخل في هذا الباب إلا فرق الله الناس من حوله، ما من إنسان دخل فيه إلا فرق الله الناس من إيش من حوله، لأن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. فمن قرأه مخلصا بخير، ولذلك قالوا من هو القارئ؟ قال الذي إذا سمعته ذكرت الله. فانظر إلى قراءة الشيخ الألباني ولا قراءة الشيخ بن باز ولا قراءة الشيخ بن عثيمين ولا قراءة الشيخ البراك ولا غيره، هي قراءة عادية جدا، لكن تدخل فين؟ في قلوب الناس. وانظر إلى الذين دخلوا في هذه العلوم والمقامات إلى غيره، ذلك أين ذهب؟ الله أكبر، إنه يتنطع بك ويذهب بك ويجيء بك سبحان الله العظيم، حتى كأنما تصعد فين في السماء وتتضايق تقول ليتنا ما صلينا ماذا خلف مثل هذا. نعم. قال ابن قتيبة في مشكل القرآن قد كان ابن قتيبة الدينوري، نعم له كتاب في ذلك. نعم. وقد كان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم، ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة، فهفوا في كثير من الحروف، يعني أصابهم الهفوات. وهذا كلام يكتب بماء الذهب، لأن لما دخلنا في نبتة الضاد والضاء، وكنت قد قرأت على شيخ الشيخ عبد الله الأفغاني رحمه الله رحمة واسعة، ولما قدم إلى أبها وكذا وكان يقرب الضاء وعاد السبت فتنة كبيرة وكذا، وقرأت عليه في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام رحمه الله رحمة واسعة، شيخ عبد الله الأفغاني رجل فيه تقوى وخير، لكن هو الذي بدأ بمسألة الضاد والضاء، وقد سبقه إلى ذلك ابن الأعرابي، وابن الأعرابي كان من السند، ابن الأعرابي كان من السند، يقول أحد طلابه عاشرت 12 سنة فما كان يلحن في حرف واحد، لكن هو أول من أدخل الضاد وجعلها ضاء. فكلام ابن قتيبة كلام عجيب. نعم. فمهما كان الأعجمي يبقى فيه عجمة اللغة، ليس كالعربي الذي قرأ بصورة فصيحة إيش سديدة. والضاد مخرج من حفتي ذواري الأضراس من أيسر أو يمناها كما قال ابن الجزري في الجزرية، فمخرج الضاد غير مخرج الضاء، والصفات تزيد مع الاستطالة إلى غير ذلك أيها الكرام الفضلاء. ولذلك سميت لغتنا بلغة ماذا؟ بلغة الضاد، لأن الأعاجم لا يحسنون أن ينطقوا هذا الحرف أيها الكرام الفضلاء، ويسهل عليهم أن يجعلوه ضاء. نعم. فهفوا في كثير من الحروف وذلوا فأخلوا، انتهى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذلك أي مكائد الشيطان الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها، ثم قال الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها، ثم قال والتنطع معطوف على المكائد والتنطع فيها، ثم قال: ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم يتبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته. انتهى. النهي عن القراءة بلحون أهل الفسق والفجور ولابن الكيال الدمشقي المتوفى سنة 29 و900 للهجرة رسالة باسم الأنجام الزواهر في تحريم جمع نجم الأنجام الزواهر في تحريم القراءة بلحون أهل الأنجام الزواهر الأنجام الزواهر في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر أهل الفسق والكبائر. نعم. الخامس قراءة الأنغام والتمطيط وربما داخلها ركض وركل أي ضرب بالقدمين ولهذا سميت قراءة الترقيص. كنت أظنها ممن قرض لكني شاهدتها لدى بعض الطرقية لدى بعض الطرقية يعني أصحاب الطرق وهي الآن موجودة الصوفية أيوة نعم أصحاب الطرق نعم عندهم هذه موجودة وتسمى بعض البلدان بالجكة يجعلوها كده يعني مع قراءتهم يضربون بأقدامهم الأرض فأين السكينة التي تتنزل عند تلاوة القرآن عافانا الله وإياكم. نعم. في ساحة مسجد الحسين بمصر عام 91 و1300 للهجرة وهم في غاية من الاستغراق والاغترار بمشاهدة الناس لهم فلما نصحت أحدهم شيء أيوة تحب نوقف ونسمع الدرس درس إيش شيخ الدرس إيش محمد هذا الشغل لا هذا بث درس بعد المغرب يا شيخ هذا بث وأنت فاتح ولا لا مو بث عبر حدثني في الصدر عبر الراديو درس بعد المغرب يا شيخ طيب خلاص وقف عبر في الإذاعة يعني. لما نصحت أحدهم وجدته في غاية من الجهل والانصراف عن النص. تكفي يا فيصل. هد. وراك ناصت ماشي بيتين. خليك يمين. أنا قاعد أقرأ. لا عشان ما أدوخني كذا قاعد أقرأ أنا. بشغل أسمع الدرس ولا. لا بنقرأ. من النت بدل الدرس. لا بنقرأ يا شيخ خلنا كذا. السادس التلحين في القراءة تلحين الغناء والشعر وهو مسقط للعدالة ومن أسباب رد الشهادة قضاء وكان أول نعم فإن الفاسق المغني وأمثال هؤلاء لا تقبل له في باب القضاء شهادته نعم وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع على أيدي الموالي ومن أغرض البدع في هذا تكلم الدعوة الإلحادية إلى قراءة القرآن على إيقاعات الأغاني مصحوبة بالآلات والمزامير نعم نسأل الله العافية والسلام انظروا كيف يحاربون القرآن فجعلوها كيقرأ القرآن ويعزف الألحان عافانا الله عليكم نعم قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وهذا من الإلحاد والإلحاد هو الميل اللام والحاء والدال هي الميل ومنها إلحاد القبر أن يلحد في قبر أي نعم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد السابع قراءة التطريب بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات الله أكبر وهذا مما يفعله الناس في هذه اللواقط أعني الميكروفونات التي تكون في المساجد وهذا الذي يسمى بالإيكو أو بالصدى وقد نهى عنه المشايخ وبه قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع وهذا الذي يسعى إليه أئمة المساجد عافانا الله وإياكم يأتي بمن يضبط له هذا اللي يسمى الميكسر أو هذا الجهاز لكي يجعله على ماذا على الصدى فيقرأ الحمد لله رب العالمين فأرأيتم؟ نعم
فتجد هذا وهذا ينهى عنه يا كرام يا فضلاء. فلا بد أن يضبط صوت اللاقط صوت الميكروفون من غير هذا التوجيع وهذا الصدى. نعم. وقد بحث ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة بحثا مستفيضا، وبعد أن ذكر أدلة الفريقين المانعين والمجيزين المانعين والمجيزين قال رحمه الله تعالى: وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة. رأيتم هذا هو صوته جميل، عربه الصوتية جميلة، وهذا لا شيء فيه، وهذا معنى لحبرت لك تحبيرا، وهذا معنى زين القرآن بأصواتكم، وهذا معنى ما أذن، يعني استمع، ما أذن الله لشيء مثلما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، هذا هو، وهذا لا شيء فيه. نعم. وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين. فذلك هذا قول ربنا عز وجل: يا جبال أويبي معه والطير. فكان داود إذا قرأ سمع لرجع صوتي من الجبال، أوبت معه ورجعت معه، والطير كذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، كما في الصحيح في مناقب عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري. فلا وجه لمن أخذ هذا الحديث بجهله ليقول أنه فيه حل المعازف والمزامير، فليس الأمر كذلك، إنما هذه طبيعة الإنسان أن صوته كأنه كالصنج والبربط وكالمزمار، وليس فيه حل لهذه المعازف. نعم. وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لحبرته لك تحبيرا، لو أعلم مكانك لحبرته لك تحبيرا. نعم. لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. أيوة، هذا على طبيعته، يزيدها جمالا بطبيعته، لا تكلف ولا تعسف. نعم. والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة. وكان الفضيل ابن عياض إذا قرأ حزن بالقراءة، هذه طبيعة فيه، حتى إذا صلى ابنه خلفه رفعوه صريعا، فقالت أمه يوما: أعني زوج الفضيل وأم هذا الفتى، إنك قاتل ابني. وفي يوم صلى ابنه خلفه ولم يعلم به، فقرأ: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فوقع الولد صريعا ميتا. نعم. ولكن النفوس تقبله وتستهديه لموافقته الطبع. الله أكبر. وعدم التكلف والتصنع. نعم. بينما لو جاء آخر وقرأ بالتحزين أو ما يسمى بمقام الصبا متكلفا متعسفا لمجه الناس ولم يقبلوا ماذا منه، لأنه ليس بطبعه ذلك، إنما هو يتكلفه. نعم. فهو مطبوع لا متطبع. الله أكبر. وكلف لا متكلف، فهذا هو الذي يتأثر به. وكلف لا متكلف معتاد عليه، كلف بغزال ذي هيف. نعم. فهذا هو الذي يتأثر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. والوجه الثاني: ما كان من ذلك صنعة من الصناع، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع. الله أكبر. هذا الذي يذهب ويجلس مع أمثال هؤلاء من أهل المعازف ومن أهل العود والصنج والبربط وما يسمى به النوتة الموسيقية، ويجلس ليتعلم معه ما
مع أنغام إلى غير ذلك ليصل إلى هذه المقامات. هذا هو المنهي عنه، وهذا هو الذي فعله محرم كما قال أهل العلم والأداء من أهل القرآن ومن أهل الفقه. نعم. كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره، وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها. وكل ما ترونه من تعليمها يسمى بالمقامات القرآنية والمقامات الإنشادية مما هو منتشر على الشبكة العالمية المعروفة بالإنترنت، ولقد تقصيت ذلك وعندي فيه كتاب بعنوان الغارات المحكمات على أهل الغناء والمقامات، ووجدت ذلك بالتتبع والاستقراء أنهم يدخلون في النوتة الموسيقية ويدخلون في لحون أهل الفسق والفجر، ولا يستطيع أحد أن يقول بخلاف ذلك أيها الكامل الفضلاء. نعم. ويقرؤونه بشجن تارة وبطرب تارة وبشوق، وكله متكلف وكله متكلف، وحتى إن أحدهم ليقول إذا جئت عند الجنة فعليك أن تقرأ بمقام كذا، وإن جئت عند النار فعليك أن تقرأ بمقام كذا بمقام كذا، وهكذا يتكلف في ذلك. فتجده في المقرأ الواحد، أنا أقول مقرأ أفضل من كلمة مقطع قرآني، إنما يقال مقرأ قرآني ولا شيء يشعر في الإصلاح، فيأتي عند المقرأ القرآني تجده يتجول بك في هذه المقامات حتى يخرجك من خشوع التلاوة. نعم. وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينهى عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه. بينما الذي هو عنده طبع وسليقة وسجية من التحسين والتطريب طبعا لا تكلف فيه، تجد أنك تصلي وراءه وأنت في سكينة وخشوع. نعم. وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وفيه وجهان: أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني أنه نفي لهدي ما لم يفعله عن هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم. انتهى. وتأمل قوله من غير تكلف. وأيضا في حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قالوا في معنى ولو في معاني كثيرة، أي لم يستغني به عما في أيدي الناس، أن القرآن لا يتكفف به الناس ولا يتاجرن بتلاواته كما ترون في هذا الآن. أصبح القرآن إنما هو يفتتح في بعض البلدان للمآتم وللمناسبات، وفي ذلك قصة أيها الكرام الفضلاء أن مأتما حدث في إحدى الدول، فأتوا بقارئين فسبق الأول الثاني فكان يقرأ بقراءة حمزة، فكاد له الثاني وقال لأهل الميت: ما اسم ميتكم؟ قالوا: عبد الله. قال: لكن هذا يقرأ لحمزة ولا يقرأ لعبد الله. فذهبوا إليه بعدما انتهى من وصلته، تسمى وصلة قرآنية، انظروا كيف المسمى، لأنها وصلة غنية عفا الله وإياكم. فقالوا: لمن تقرأ؟ فانتشى وقال: لقد أعجبتهم قراءتي، قال: أقرأ لحمزة. قال: اذهب لحمزة يعطيك المال. وما فهموا أن حمزة هي قراءة ماذا؟ من قراءات القرآن. ثم قالوا للثاني: تعال واقرأ لعبد الله. ولذلك هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على هذا الجهل الذي انتشر من بدع القراء، فجعلوه بابا للمآتم وبابا لافتتاح هذه الاحتفالات وهذه المناسبات. نعم. وتأمل قوله من غير تكلف ولا تمرير ولا تعليم،
فإنه فقه عظيم له دلالاته. رحم الله ابن القيم ما أدق نظره وفقهه. الثامن هذه كهذ الشعر. أما هذه حدرا بمعنى إدراج القراءة مع مراعاة إسراع في القراءة مع مراعاة أحكامها، وليس هذا كهذ الشعر كما ترون الآن في بعض التسجيلات لبعض الإخوة عفا الله وإياهم، يقول لك سورة البقرة مسرعة. مر عليكم هذا ولا مر عليكم هذا؟ بعض الموجود الآن يأتي لك يسجلها ثم يسرعها في المونتاج فتأتي لك سريعة عند ماذا؟ عند الاستماع، يدخل في مثل هذا. فبدل من أن تستمع إلى تلاوة البقرة في 3-4 ساعات هو جمع لك في ساعة واحدة يقول قراءة البقرة مسرعة إلى غير ذلك. أي نعم، مع مراعاة أحكامها وسرعتها بما يوافق طبعه ويخف عليه، ولا تدخل تحت النهي، بل هذه من أنواع القراءة المشروعة. لأن القراءة هي أنواع التحقيق والترتيب والتدوير والحدر، والحدر هو القراءة بسرعة مع المحافظة على أحكامها. نعم، كما تسمعون في قراءة التراويح في المساجد. أي نعم. تاسع قراءة الهذرمة، ومما ينهى عنه التقليس، التقليس بالقراءة ورفع الصوت، ومنه في وصف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لأبي يوسف قوله كان أبو يوسف قلاسا، أن يرفع صوته بالقراءة، وهذا جر إلى إحداث وضع اليدين على الأذنين عند القراءة. الحادي عشر القراءة. رأيتم التي لا تفعله الآن بعض القراء، وكان قديما يفعلها من القراء المشهورين، لما يقرأ يضع يده فين؟ على ماذا؟ على أذنيه، ليكون قلاسا، ليرتفع ماذا؟ ليرتفع صوته بالقراءة فوق الصوت المعهود. نعم. الحادي عشر القراءة بالإدارة، وهي تناوب المجتمعين في قراءة آية أو آيات أو سورة أو سور إلى أن يتكاملوا بالقراءة، ولا تعني هذه المشروع في مدارسة القرآن. والإدارة بدعة قديمة أنكرها الأئمة مالك وغيره، وصدر بإنكارها فتوى، وألفت رسائل. الثاني وهذا الذي يفعله بعض الشباب في مقطع من المقاطع، وأنهم هذا يقرأ آية والثاني والثالث من باب ماذا؟ أن كل يقرأ بمقام ماذا؟ مختلف، أو ما يجعلونه الآن بصورة جديدة، يقرأ الآية ويقف على حرف يبدأ به آية جديدة الآخر. فهمتم هذه؟ مثلا والله سميع بصير، فيبدأ بيش؟ بالراء. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهكذا. هذا كل من هذا المنهي عنه. الثاني لكن عشر هذا لا يدخل في المدارسة القرآنية كما يحدث في حلقات تحسين التلاوة وحلقات عرض القرآن، فيقرأ هذا وينتهي ويقرأ الذي بعده وهكذا حتى تكتمل الحلقة. نعم. الثاني عشر قراءة القرآن في منارة المسجد. قال ابن الجوزي وقد لبس إبليس على قوم من القراء فهم يقرأون. وهذا في كتاب تلبيس إبليس، كتاب جميل ينبغي أن يقرأه الناس جميعا وطلبة العلم خاصة. نعم. فهم يقرؤون القرآن في منارة المسجد بالليل بالأصوات المجتمعة المرتفعة الجزء والجزئين، فيجمعون بين أذى الناس في منعهم من النوم وبين التعرض للرياء، ومنهم من يقرأ في مسجده وقت الأذان لأنه حين اجتمع الناس في المسجد. وهذا رأيته في بعض في عدة دول من بلاد المسلمين، وبالذات في يوم الجمعة، وفي بعض البلدان يجعلون وظيفة يسموها قارئ سورة، وظيفة عندهم اسمه قارئ سورة، يتخصص في مثل هذا. نعم.
وصورته الآن في زماننا هذا يجعلونه مسجلا ويضعوه في اللاقطة والميكروفون ويجعلوه في منارة المسجد. نعم. الثالثة عشر: قراءة القرآن الكريم والقارئ يشرب الدخان أو في مجلس يشرب فيه. لا حول ولا قوة. نعم. وقد اشتد نكير العلماء على الفعلة لذلك وأفردت فيه رسائل لبعض علماء مصر. رسائل لبعض علماء مصر. لأنه انتشر عندهم. عفوا الله، انتشر عندهم هذا. نعم. الرابع عشر: القراءة والإقراء بشذوذ القراءات. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ذكر تلبيسه على القراء، فمن ذلك أن أحدا يشتغل بالقراءات الشاذة وتحصيلها فيفني أكثر عمري في جمعها وتصنيفها والإقراء بها، ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات. وربما رأيت إمام مسجد يتصدى للإقراء ولا يعرف ما يفسد الصلاة، وربما حمل حب التصدر حتى لا يرى بعين الجهل على أن يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم. ولو تفكروا لعلموا أن المراد حفظ القرآن وتقويم ألفاظه ثم فهمه ثم العمل به ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويطهر أخلاقها ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع ومن الغبن الفاحش تضيع الزمان فيما غيره أهم. قال الحسن البصري: يصح أن تقول من الغبن والغبن لغتان، بالنصب والرفع يصح، بالفتح والضم. تفضل. نعم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أنزل القرآن ليعمل به، اتخذ الناس تلاوته عملا. الله أكبر. أرأيتم وظيفة؟ وللأسف تريده الساعة ببضعة آلاف من الأموال والدراهم. نعم. أو أن يأتي في التراويح فيقول: لا أوصي لكم إلا بكذا. وجاء في مسائل الإمام أحمد مع المروزي، قال في كتاب اسمه قيام الليل، قال: سألت الإمام أحمد عن رجل قال: لا يصلي لهم في رمضان إلا بكذا. قال: نعوذ بالله، ومن يصلي وراء هذا؟ ومن يصلي وراء هذا؟ نعم. أنزل القرآن ويعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا، يعني أنهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به. الخامسة عشر: الجمع بين قراءتين فأكثر في آية واحدة في الصلاة أو خارجها في مجامع الناس أو نحو ذلك من أحوال المباهاة. أرأيتم من الرياء مما يفعله بعض القراء في مثل هذا في المجامع والمحافل، فيأتي لا يقرأها بورش تارة ويقرأها بالسوسي تارة، أو يقرأها بابن وردان تارة، كل باب المباهاة والارتفاع به على الناس. ولا حاجة لكل هذا. نعم. وليس من ذلك بيانها في دروس التفسير. أرأيتم، هنا يفرق دائما الشيخ بين ما هو يفعله الناس من الخطأ وما هو يفعله أهل العلم من التعليم. أما من كان يقرأ على شيخه بقراءة جمع السبع أو جمع العشر أو جمع الثلاث، أعني أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر من طريق الدرة، لا حرج في ذلك. أو يكون هناك برنامج، وقد كان لي برنامج مع أحد مشايخنا في العشر الصغرى في ذلك، فيقرأ الآية ويجمع فيها القراءة، لا تنبى بالتعلم، هذا لا شيء فيه. نعم. وإظهار وجوه القراءات من المعلمين والمتعلمين. ومن البدع التخصيص بلا دليل بقراءة آية أو سورة في صلاة فريضة الله أو في غيرها من الصلوات. هذا الذي ذكرناه في طرة كلامنا، فيأتي في عشاء الخميس ليلة الجمعة يقرأ بسورة الجمعة، أو يأتي في فجر الجمعة يقرأ بسورة الجمعة، أو يأتي في عشاء الخميس ليلة الجمعة بيقرأ بالآيات التي فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو فيها ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا، غير ذلك. أو ما
دون ذلك يقرأ بقراءة المناسبات في خطب الجمعة، فإن تكلم عن الصدقة اختار آيات للصدقة أو إلى غير ذلك. كله يدخل في هذه القواعد الستة التي ذكرها من مصنف رحمه الله في باكورته وفي صدر مقدمته، لما تكلم عن السبب والجنس والكيفية والمقدار والزمان والمكان. نعم. ومنها قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة ليلة السابع من شهر رمضان معتقدا استحبابها. قراءة سورة المدثر أو المزمل أو الانشراح ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أو الفجر. قراءة سورة فيها ذكر موسى عليه السلام في صلاة الفجر صبح يوم عاشوراء. وهذه تتبعها وجدتها من محدثات عصرنا ولم أرى لها ذكر عند المتقدمين. لأن كل من درس الزمان كلما قل العلم والفقه، فما كان ذلك عند المتقدمين لأنهم يفقهون أن هذا أنه من البداية. أي نعم. قراءة سورة الإخلاص في صلاة المغرب ليلة الجمعة. نعم. قراءة المعوذتين في صلاة المغرب ليلة السبت. كمل شيء. وهكذا من قصد التخصيص بلا دليل. آيات الحرس. أيوة. آيات الحراسة، يعني تخصيص آيات الحراسة، ما يسمى بآيات الحراسة أو التيجان الستة أو التيجان السبعة أو آيات الحرز أو آيات السكينة أو آيات الرحمة، ولذلك هذه من بدع الفروقات أيضا يفعلونها. نعم. أي نعم. جمع آيات تخص بالقراءة في آخر التراويح ويسمونها آيات الحرس، وهذه بدعة لا أصل لها. سرد جميع آيات الدعاء في آخر ركعة من التراويح ليلة الختم بعد السين، جعل بالسين المهملة، الحاء والراء والسين المهملات. إيش يا شيخ؟ الحرس. إيه. الحرس. نعم. نعم. سرد جميع آيات الدعاء في آخر ركعة من التراويح ليلة الختم بعد قراءة سورة الناس. نعم. الجمع بين القراءة في الصلاة بدعة، كالجمع بينها في حال التلاوة خارج الصلاة. قراءة سورة فيها سجدة صبح الجمعة غير سورة آلف لام ميم تنزيل السجدة، وإنما السنة قراءة هذه السور في الركعة الأولى وقراءة سورة الإنسان في الثانية. جمع تهليل القرآن وقراءته كما تقرأ السورة. كما تقرأ إن شاء الله. آيات الحرس. أيوة. قراءة سورة فيها السجدة صبح الجمعة غير سورة ألف لام تنزيل السجدة، وإنما السنة قراءة هذه السور في ركعة الأولى وقراءة سورة الإنسان في الثانية. جمع تهليل القرآن وقراءته كما تقرأ السور. ومن البدع التخصيص بلا دليل بقراءة آية أو سورة في زمان أو مكان أو لحاجة من الحاجات، وهكذا قصد التخصيص بلا دليل. ومنها قراءة الفاتحة بنية قضاء الحوائج وتفريج الكربات. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة على المصلين قبل الخطبة بصوت مرتفع. قراءة سورة ياسين 40 مرة بنية قضاء الحاجات. قراءة سورة الكهف بعد عصر يوم الجمعة في المسجد أي بهذين القيدين. قراءة سورة ياسين عند غسل الميت. قراءة الأولاد أو غيرهم ليلة المولد عشرا من القرآن. ومنها قراءة القرآن أمام الجنائز وعلى القبر. التزام قراءة القرآن في الطواف. ومن البدع التزام القارئ أو السامع لأدعية وأذكار لم يرد بها التزام القارئ أو السامع لأدعية وأذكار لم يرد بها نص عند قراءة آية أو سورة. ومنها قول بعضهم بعد قراءة القرآن الفاتحة، قولهم عند قراءة الفاتحة صلوا عليه وسلموا تسليما. قول القارئ الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اقرأ الفاتحة زيادة في شرف النبي، أو قراءة الفاتحة عند الخطبة وعقد النكاح، أو قراءة الفاتحة عند العزاء إلى غير ذلك. كل يدخل في القواعد الستة الجميلة هذه التي ذكرت في البداية، السبب والجنس والكيفية والمقدار والزمان والمكان. نعم. قال الحافظ
ابن رجب ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. هذا دعاء مخترع من أهل العصر. قول السامع للقارئ الله الله. رأيتم من أيام ابن حجر 850 هجرية، والناس يفعلون هذا، وهذا انتشر أيضا للأسف الشديد في الأزمنة المتأخرة لما يقرأ القارئ، فكلما قرأ يهللون ويكبرون عند وقفاته وأثناء تلاوته، والله يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. ونحو ذلك من الألفاظ الشريفة التي يوظفها السامع للقارئ. قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما التزام قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن العظيم، فقد قال الله تعالى قل صدق الله اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال سبحانه من أصدق من الله حديثا، وقال سبحانه ومن أصدق من الله قيلا. ومع هذا فليس في هذا الذكر شيء يؤثر، وما ذكره بعض المعاصرين من أن في الجامع لشعب الإيمان البيهقي ما يدل على ذلك فهو وهم لا حقيقة له، ولم نرى من ذا من ذكره مشروعا من العلماء المعتبر، ولا نرى من ذكره مشروعا من العلماء المعتبرين ولا الأئمة المشهورين من العلماء المعتبرين ولا الأئمة المشهورين. وبهذا فالتزم هذا الذكر وبهذا فالتزام هذا الذكر صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن التزام مخترع لا دليل عليه، فهو محدث، وكل محدث في التعبيرات فهو بدعة والله أعلم. ومنها بدع الختم، وهي الإتيان بسجدات القرآن بعد الختم التهليل عنها. رأيتم وحضرت يوما ختما ونهيتهم عن فعل ذلك، هو أنه يقوم الطالب بأنه بعد ختم القرآن يسجد هذا السجود، وجعلوه سنة ماضية في مثل هذا. ختم الصحابة القرآن وما كانوا يسجدون مثل هذه السجدات إلى غير ذلك، أو أنه بعدما ينتهي من ختم القرآن يرجع مرة أخرى ويأتي بالفاتحة وأوائل سورة إيش البقرة، ويأخذون في ذلك حديثا ضعيفا، وهو قارئ القرآن كالحال للمرتحل كلما حل ارتحل، فنوهنا لهم عن ذلك. وأيضا التكبير من الضحى إلى الناس، بسم الله لا إله إلا الله أكبر، والضحى والليل إذا سجى، وهكذا يجعلوا هذا عند الشافعية، وهو قول ضعيف ودليله حديث ضعيف، فينبغي أن يعلم الناس السنة ولا يدرجون على مثل هذه الأشياء. نعم. ومنها بدع الختم، وهي الإتيان بسجدات القرآن بعد الختم. أنه أيضا إذا كان يختم تلاوة وغير ذلك، في القرآن فيه 15 سجدة على 54 خلاف فيما بين أهل العلم، فأنه الصواب أنه عند كل سجدة مر بها أن يسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر القارئ بسجدة فسجد ولا الشيطان يبكي، قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد وله الجنة، وأمرت بالسجود فلا أسجد لي النار. أما أن يجمعها كلها في آخر أخذ كلها من البدع. نعم. التهليل عنها 14 مرة. أي نعم. أيوة، هذه مسألة أخرى أيضا، أنه إذا مر بآية سجدة ولم يسجد استبدلها بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، هذا كله أيضا من البدع ولم يرد فيه حديث. نعم. الاحتفال بليلة الختم. نعم. الخطبة بعدها أو قبلها. التواعد للختم. نعم، أنه يقول مثلا يوم كذا سنختم فيتواعد ويجمع الناس، كل ما ورد هنالك لا يدل على ذلك، فقد جاء عن أنس موقوفا ولم يخالف أحد، فدل على الإجماع السكوتي أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وأهل البيت، زوجك زوجاتك أولادك ذكورا وإناثا، ليس أن توعد فلان وفلان وفلان تعال وأنا عندي إيش عندي ختم، هذا كلها من الأشياء التي يعني لم يأتي بها دليل. نعم. وقد أتيت على ذكرها مع آداب الختم في الجزء الخامس من الأجزاء الحديثية ومرويات ختم القرآن، يضاف إليها بدعة الإيقاد ليلة الختم. أيوة، أن يوقد المصابيح إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء. نعم. حتى عندي
نعم. وش يا شيخ بدعة الإيقاد؟ نعم، أنهم إذا جاء في ليلة الختم يوقدون مصابيح المسجد كله وسروجه التي لم تكن توقد فيما سبق. نعم. وللحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كلام جامع يخاطب فيه من له شعور وإحساس أسوقه بنصه لينتفع به من شاء الله من عباده. الذهب له تاريخ القراء الكبار، يذكرون مثل هذا. فالقراء المجودة فيهم تنطع وتحرير زائد يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتنطع في تجويدها، بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله تعالى، ويصرفه عن الخشوع في التلاوة، ويخليه قوي النفس مزدريا بحفاظ كتاب الله، فينظر إليهم بعين المقت، وبأن المسلمين يلحنون، وبأن القراء لا يحفظون إلا شدود القراءة. فليت شعري أنت ماذا عرفت وماذا علمت، فأما علمك فغير صالح، وأما تلوتك فثقيلة عرية من الخشعة والحزن والخوف. والله تعالى يوفقك ويبصرك رشدك ويوقظك من مرقدة الجهل والرياء. وضدهم قراء النغم والتمطيط، وهؤلاء من قرأ منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في الجملة. فقد رأيت منهم من يقرأ صحيحا ويطرب ويبكي، ورأيت منهم من إذا قرأ قس القلوب وأبرم النفوس وبدل الكلام، وأسوأهم حالا الجنائزية. أيوة، الذين يؤتون بهم عند الجنائز يقرؤون القرآن كما قلت لكم في المآثم والجنائز إلى غير ذلك، عفا الله. وهذا من أيام انظر الحافظ الذهبي رحمه الله رحمة واسعة في القرن الثامن، انظر إلى هذه البدع، عافانا الله وإياكم. نعم. وأما القراءة بالروايات وبالجمع فأبعد شيء عن الخشوع وأقدم شيء على التلاوة بما يخرج من القصد. وشعار في تكثير وجوه حمزة وتغليظ تلك اللامات وترقيق الرآت. نعم. اقرأ يا رجل واعفنا واعفنا. أيوة. اقرأ يا رجل وأعفنا من التغليظ والترقيق وفرط الإمالة والمدود ووقف حمزة، فإلى كم هذا. وآخر منهم إن حضر في ختم أو تلا في محراب جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه والسكت والتهوع بالتسهيل، وأتى بكل خلاف ونادى على نفسه أنا أبو اعرفوني. فإني عارف أنا أبو عرفوني فإني عارف بالسبع. إيش نعمل بك يا شيخ؟ هذه كلمة من أيام سفيان. كلمة إيش يعني؟ ما هذا الشيء، فاختصرت فأصبحت إيش تخفيفا. نعم، وهي كلمة لغوية فصيحة عربية. إيش نعمل بهذا يعني؟ إيش لنا فيك إحنا؟ لذلك الإنسان المتعلم العلم ليس ليتبجح بهذا العلم. أي نعم. إيش نعمل بك؟ لا وصبحك الله بخير، إنك حجر منجنيق ورصاص على الأفئدة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كلام جميل يا سلام. أنا نعم بالله، لو أنت في زمان هذا ماذا يقول الذهبي رحمه الله؟ طبعا عنده كتاب جميل اسمه تاريخ القراء الكبار، يعني من الكتب الجليلة فيها. يذكر أقرأ عليك يا شيخ في مثل هذا. الله يحييك. نعم. ومن البدع المنكرة قراءة القرآن العظيم للسؤال به. الله أكبر، رأيتم هذا هو، وهذا نراه في بعض البلدان، يقرأ القرآن في أسواق الناس وفي مجامع الناس من أجل ماذا؟ ويضع شيئا ليوضع له فيه ماذا؟ الدراهم. نسأل الله السلامة والعافية. ومن ولو قال الشاطبي رحمه الله ولم يكن على قرآنه متأكلا،
هذا معنى من معاني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يستغني به عما في جيوب الناس. القرآن أعظم من أن يتأكل الناس به، والآن أصبح الناس يتأكلون به في التراويح وفي غيرها من مثل هذه الأشياء. وقد أعرف من القراء والله من يعني يأتي سبحان الله وينتظر الظروف كل يوم تأتيه من المصلين، نسأل الله السلامة والعافية. شيء عجيب، الله يجعلنا وإياكم من الذين يستغنون بالقرآن عما في جيوب الناس وعما في أيدي الناس. أي نعم. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. نعم. ومن إعلانه عن طريق التسجيل على أفواه السكك وأبواب الدكاكين. نعم. وضع اليدين على الأذنين أو إحداهما على إحدى الأذنين عند القراءة. رأيتم هذا مما يفعله يعني القراء من القرآن المتأخرين رحمة الله عليهم وعفى عنهم. نعم. وهذا لكي يقلس، يكون من المقلسين حتى يرفع صوته بمثل هذا. نعم. وهناك أمور سبعة تتعلق بالختم، وهي إكمال الختم، ويقال تتمة، ومعناه أن يقرأ المأموم ما فات الإمام من الآيات من الإمام ما فات الإمام من الآيات، ويعيد الإمام بعد الختم ما فاته من الآيات. استحباب ختمه في مساء الشتاء وصيف وصباح الصيف. هذه بدعة يا شيخ. ما فات الإمام من الآيات، ما فات الإمام من الآيات، وإن يعيد الإمام بعد الختم ما فاته من الآيات. أي نعم. استحباب ختمه في مساء الشتاء وصباح الصيف. هذا هذا شيخ بدعة كله. نعم. ما في طيب ورد شيخ أن الملائكة تصلي على خاتم القرآن؟ كيف لم لا يصح هذا الحديث. نعم. وصل ختمة بأخرى بقراءة الفاتحة أو خمس آيات من سورة البقرة. أرأيتم هذا الذي قلناه؟ وهذا منتشر حتى، ولما قرأت على مشايخي جزاهم الله عني خيرا قلت لهم أنا لا أفعل الذي يطلبه مني. قال يا شيخ لما رحنا وأنا لك يفعله ويسلم الله، فقلت لهم أنا لا أفعل هذا، يريد نقرأ يعني ختمة تكون سلفية سنية صحيحة لا علاقة لنا بما ابتدعه القراء ودرجوا عليه من غير دليل. فجزاهم الله خير يعني وافقوني على ذلك، وشكر الله لهم وجزاهم الله عني خير الجزاء، واجزى لهم مثوبة وجعل ما علمون في موازين حسناتهم. نعم. تكرار سورة الإخلاص ثلاثة. نعم. التكبير في آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس داخل الصلاة أو خارجها. وهذا في خارج الصلاة، هذا في حديث ضعيف عند يقضني الشافعية ولا يصح ذلك. نعم. صيام يوم الختم. إيه نعم، لأنه قد صام يوما من غير دليل، والصيام عبادة والعبادة الأصل فيها الحظر. نعم. دعاء الختم داخل الصلاة. إيه نعم. فهذه الأمور السبعة لا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عن صحابته رضي الله عنهم، وعامة ما يروى في بعضها مما لا تقوم به الحجة، فالصحيح عدم شرعية شيء منها. نعم. المبحث الثاني، نتوقف في هذا القدر ونكمل إن شاء الله. خلنا نكمل يا شيخ، نكمل بعد ذلك المباحث عشان حتى تنزل المسجد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ لابد أن تضع الوالدين والدينا وجميع المسلمين. آمين. نعم. كان بعض مشايخنا يؤكد على ذلك ويقول هذا من أقل البر الذي نقدمه للوالدين، أن تذكرهم في كل المواطن التي فيها الدعاء لهم. تفضل. قال الشيخ بكر بن أبي زيد رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في تقليل صوت القارئ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه القراءة هي الجزء الثاني في هذا الكتاب أو هذه الرسالة الماتعة، وقد بدأنا جزءها الأول في ليلة الأحد ونحن في طريقنا إلى الطائف المأنوس لحضور درس فضيلة شيخنا شيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء في سنن الترمذي، باب ما جاء في من طلب العلم للدنيا. وها نحن نتم
جزءها الثاني بعد انتهاء الدرس وفي منصرفنا من الشفا في الطائف المأنوس إلى مكة وجدة شرفهم الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: لا ينكر تلقي الأصوات حتى ولو لم يقلد أحد أحد المتشابهين الآخر أو لم يسمع حتى لو لم يقلد أحد المتشابهين حتى ولو لم يلقي يلقي أحد حتى ولو لم يلقي أحد المتشابهين الآخر أو لم يسمع حتى لو لم يلقى أحد المتشابهين الآخر لم يلقى أعد فضيلتك لا ينكر تلاقي الأصوات حتى ولو لم يلقى أحد المتشابهين الآخر أو لم يسمع نعم هذا أصل وقاعدة كما أن الوجوه والأشكال تتشابه فإن الأصوات أيضا إيش تتشابه فهذا من حيث الأصل لا ينكر أن صوت فلان يشبه صوت فلان ولو لم يلتقي ولو لم يقم بماذا بتقليده لأن الإنسان يسمع ثم يقلد فأحيانا تتشابه الأصوات ولو لم يلقى أحدهم الآخر ولو لم يسمعه هذا ليس ممنوعا وهذه مقدمة قدم بها الشيخ ليدخل بعد ذلك في ما أراد من عنوان هذا المبحث نعم ولا ينكر أن التلميذ لشدة محبته لشيخه قد يتأثر به في الأداء بلا تكلف وإن كان هذا إنما يكون في ضعاف التلاميذ نعم وهذه المقدمة الثانية ولذلك بعض الشيوخ كان قبل أن يصير شيخا وقبل أن يفتح عليه في حفظ القرآن كان يصلي خلف إمامه في الصلاة فلما فتح عليه في ضبط القرآن وتبوأ منزلة الإمامة فإذا هو صورة طابق الأصل من إيش؟ من إمامه الذي كان يصلي وراءه فلما سئل الإمام عن ذلك قال والله أما هذا فلم أقرئه يوما ولما سئل هذا الشيخ عن تقليده للشيخ فلان قال والله وأنا إنما كنت آتي وأصلي ماذا وأصلي خلفه فالأذن كما قال بشار بن برد والأذن تعشق قبل العين أحيانا والأذن أيها الكرام الفضلاء فإنها تتأثر بما تسمع تتأثر بماذا بما تسمع وأدلة ذلك كثيرة فإنك لو أتيت بولد من أهل العربية وأنشأته في بلاد العجم فإنه إيش يتكلم بلغتهم وهذا الذي حدث لصهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه لما كان هذا صهيب بن سنان الرومي عربي من الأبلة فلما نزل في الروم إليها وأخذوه عندهم رقيقا وأسيرا فتربى عندهم فلا يزال لسانه فيه ماذا فيه عجمة العجم أرأيتم وإنما هو صحابي من هنا لقب بماذا بالرومي وإلا هو ماذا هو عربي أصيل قح رضي الله عنه وأرضاه نعم فانحصر البحث ولعلي أذكر في ذلك لطيفة ها هنا وقد حدثت قبل سنوات متطاولة قرابة 20 أو أكثر قرابة 30 سنة حدثت في جيزان ولد فتى صبي جيزاني وولد صبي لعائلة تركية فحدث خطأ وحدث استبدال بالخطأ بين ماذا بين هذا وهذا فنشأ الجيزاني فين في تركيا ونشأ التركي في جيزان فأصبح هذا جيزاني عربي بلسان ماذا تركي وهذا تركي عجمي بلسان ماذا جيزاني عربي ثم بعد فترة سبحان الله تم اكتشاف هذا الخطأ ورجع كل إلى عائلتي لكن بقيت العجمة أيها الكرام الفضلاء فاللغة واللسان ولهذا تكتسب هذه تكتسب نعم فانحصر البحث في القارئ يتكلف تقليد صوت قارئ آخر فأقول
الناظر في طبقات القراء وغيرهم من العلماء الناظر في طبقات القراء وغيرهم من العلماء في طبقات القراء وغيرهم معطوف على مخفوض معطوف على القراء يا شيخ أيوة. وغيرهم من العلماء يرى في حلية بعضهم أنه كان حسن الصوت في قراءة القرآن الكريم ومنهم عاصم بن أبي النجود كان إذا قرأ كأنما في حلقه كسر الجيم يا شيخ أيوة جلجل لا الفتحة الأولى وكسر الثانية جلجل يعني عنده يحدث له جلجلة مثل الجرس نعم أيوة في حلقه جلجل وأعلى من ذلك في حلية الصحابة رضي الله عنهم فهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قراءته لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود متفق عليه واستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة سالم إلى قراءة سالم مولى أبي حذيفة أي نعم وكان حسن الصوت فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا رواه ابن ماجه بسند جيد قاله ابن كثير في فضائل القرآن وأعلى من ذلك وأجل قراءة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا وكانت مدى وكان صلى الله عليه وسلم لذلك تقول أم سلمة ما كان يقرأ كقراءتكم هذه اللي السرعة هذه كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا عليه الصلاة والسلام كما جاء في فضائل القرآن الأجرجي وجاء أيضا في الشمائل وغيرهما نعم وكان صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآي وكان صلى الله عليه وسلم يرجع أحيانا وكان صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت بل من سمات أنبياء الله ورسله حسن الصوت لكمال خلقهم وتمام خشيتهم لربهم شيخنا يعني ايش يرجع يا شيخ ممتاز باب ما جاء في ترجيع النبي لما دخل المدينة لما دخل مكة فاتحا كان يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا يرجع بها وقال الراوي لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت لكم كترجيعهم قيل كان ذلك وهو الترجيع إن الحرف يتردد في الفم من حركة ماذا من حركة الدابة وهذا يحدث عند الإنسان حينما يعلو شرفا أو كذا ويقرأ يحدث ماذا للصوت ترعيد يحدث رعدة يحدث ترجيع ومنهم من قال بل كان يتقصده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا إن أتى طبعا لا شيء فيه إنما يتكلف بعض القراء هذا يسمى الترعيد المنهي عنه مثال ذلك مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أرأيتم؟ هذا هو نعم ومنها أن أمير المؤمنين أبا بكر رضي الله عنه وصفته ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لإمامة الناس في الصلاة قالت إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رق أي بكاء يعني رجل أسيل بكاء ما يملك دموعهم ونقول أسيل الأسيل هو الخد الناعم نعم أسيف يا شيخ أيوة قلت لك لأجمع لك الكلمتين بارك الله نعم. الأسيف البكاء والأسيل هو ناعم الخد أي تمالكه الخشوع أي تمالكه الخشوع فيجهش بالبكاء رضي الله عنه وأرضاه نعم. ومع هذا فإن الناظر في أخبار التحلي بهذه النعمة التي أنعم الله بها على من شاء من عباده حسن الصوت بالقراءة لا يرى حرفا واحدا في تسنن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم بمحاكاة حسن الصوت في صوته بالقرآن ولو كان ذلك واقعا لنقل ولو كان لصار أولى من يحاكى في صوته هو أفضل من قرأ القرآن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني بعد المقدمتين التي قدم بهما الشيخ يريد أن يقول هنا ولو كان في مسألة المحاكاة والتقليد فضيلة لكان أولى أن يفعل ذلك من؟
الصحابة لأنهم سمعوا أجمل من قرأ القرآن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم، أو فعله التابعون لأنهم سمعوا مع سمعوا قراءة من قراءة من النبي قال فيه أوتي مسمارا كعبد الله بن قيس وموسى الأشعري، ومن قال من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذ من ابن أم عبد وهو أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي وهكذا. نعم. ولتواطأ على ذلك قراء الأمة من الصحابة فمن بعدهم وتوارثه كافة عن كافة، وهذا العبد القانت الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع شدة تتبعه ووقوفه على الأثر وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحاكيه في قراءته أو في شيء من أموره الجبلية نعم التي جبل عليها يعني صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء القراء من الصحابة رضي الله عنهم وهم كثر لا نرى عنهم حرفا واحدا في ذلك، وعن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. قال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. خرجه البخاري في التفسير من صحيحه وفي مواضع أخرى منه وفي المغازي وفي فضائل القرآن وفي التوحيد. والحديث أخرجه جماعة منهم مسلم وأبو داود والحاكم وفي الإكليلي وابن الجعد وأبو عبيد وفي فضائل القرآن، والترمذي في الشمائل والإسماعيلي في مستخرجه وفي رواية الترمذي. وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. انتهى. واللحن هو الترجيع، ويدل على أن المراد الترجيع وروده مصرحا به في رواية البخاري في المغازي من صحيحه بلفظ لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما يرجع. فالمحاكاة في خصوص الترجيع هذا يعني الأداء، وفرق بين حكاية الصوت فهذا لم يقع وبين حكاية الأداء والقراءة، وهذا أمر مطلوب بأن يقرأ العبد القرآن مؤديا له على وفق قواعد القراءة وضوابطها الشرعية من غير إخلال بغلو أو تفريط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن رطبا الحديث. ويدل أيضا على أن المراد خصوص الترجيع أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآيات وهو على راحلته في غزوة الفتح، وكان ترجيعه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال الحافظ ابن حجر قال القرطبي يحتمل أن إنا فتحنا لك فتحا مبينا أرأيتم كما قلنا في سورة الفتح. نعم. يحتمل أن يكون حكاية صوته عند هز الراحلة كما يعتري رفع صوته إذا كان راكبا من انضغاط صوته. هذا وجه. نعم. قالوا من انضغاط صوته مع حركة رحل البعير. نعم. وتغطيه لأجل هز المركوب وبالله التوفيق. انتهى. أي فهذه وقعة عين لا عموم لها ابن هذا قيل يأتي على بدل وقيل ويأتي صفة وقيل يأتي مضاف إليه، فممكن هنا يكون على البدلية والصفة. نعم. بدل يعني بدل هنا البدل بدل المطابق. أيوة. نعم. على أن معاوية ابن ابن. أيوة. على أن معاوية. وإن قلت على الإضافة على أن معاوية ابن قرة صحت. نعم. على أن معاوية ابن قرة رضي الله عنه. لا قرة. قرة. ممنوع من الصرف. قرة رضي الله عنه.
قرة يا شيخ ايش ممنوع من الصلاة للعالمية والتأنيث تأنيث رضي الله قال و... اجمع وزن عادلا أنث معرفة الركب وزد عجبة فالوصف قد كمل هذا ابن النحاس رضي الله عنه أراد أن يفعل لكنه لم يفعل خشية أن يجتمع عليه الناس للاستماع وهذا واضح الدلالة على أن محاكاة الصحابة رضي النبي صلى الله عليه وسلم في صوته غير معهودة بين الصحابة رضي الله عنهم إذ لو كانت معهودة لما خشي ذلك وهو رضي الله عنه لم يفعل فبقي الأمر على عدم التقليد وأنه لم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم وفي من بعدهم تتبعت كتب السير والتراجم كتب السير والتراجم كتب السير والتراجم ما أمكن فلم أرى تقليد الصوت لدى القراء عملا موروثا يستعذب القارئ صوت قارئ آخر فيقلده وهو واقف بين يدي ربه في المحراب يحرك النفوس بصوت غيره ويتلذذ السامعون بحسن أدائه فيه وغاية ما وقفت عليه ما في فتاوى العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ونصه مسألة إمام مسجد يقرأ قراءة حسنة فسمعه إنسان فقرأ مثله محاكيا له ولم يقصد بذلك سوى أن فلانا يقرأ هكذا فهل هذه غيبة أم لا الجواب ليس ذلك بغيبة له والله أعلم انتهى إذا كان الحال كذلك فاعلم أنه في عصرنا بدت ظاهرة عجيبة لدى بعض القراء إذ أخذوا في التقليد والمحاكاة على سبيل الإعجاب والتلذذ وتلقنه الطلاب وهم في دور التلقي ثم سارت هذه العادة فتكون منها هذه الظاهرة ظاهرة المحاكاة والتقليد في الصوت كل بحسب من أعجبه صوته فأمروا المحاريب بالتقليد وهم واقفون بين يدي الله تعالى يأمون المصلين ليحرك الإمام نفوس المأمومين بصوت غيره ويتلذذ السامعون بحسن أدائه فيه بل وصل الحال إلى أن الإمام في التراويح قد يقلد صوتين أو ثلاثة وهكذا وقد سمعت في هذا عجبا وصدق أبو الطيب المتنبي أبو الطيب المتنبي وصدق أبو طيب أيوه نعم ما تنون يا شيخ صحيح لا أيوه ما تنون أنا معرفة أيوه وصدق أبو طيب المتنبي وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده وحيث إن هذا أمر إضافي في عبادة والعبادات سبيلها الوقوف على النص ومورده بل هنا في أفضل الكلام القرآن الكريم وفي أفضل العبادات العملية الصلاة والمسلم مطالب بأن لا يعبد الله إلا بما شرع فالسؤال الوارد إذا ما حكم التعبد بتقليد صوت القارئ هل هو مطلوب شرعا أو غير مطلوب وإذا كان مطلوبا فما دليله وما منزلته من قسمه الطلب الوجوب والندب وإن لم يكن مطلوبا فما حكمه وما موقعه من قسمه النهي التحريم والكراهة ومعلوم أن الإباحة وهي القسم الخامس من أقسام التكليف لا دخل لها في أمور التعبد والجواب على هذا يتحقق بأمور الأول الصوت نعمة أنعم الله بها على عباده وحسن الصوت خلقة نعمة أخرى يتفضل الله بها على من يشاء من عباده مثل نعمة الجمال ونعمة القوة ونعم الجاه والمال والسلطان وهكذا ويقتضي شكر العبد لأي من هذه النعم استعمالها فيما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويقتضي شكر العبد لأي من هذه النعم استعمالها مفعول به أيوة
استعمالها فيما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كاستعمال نعمة الصوت في قراءة القرآن. قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الصوت الحسن بالقرآن ودعا إلى تحسينه، والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه. وأعد. والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه. تطريبه. استنى فيه يا شيخ. أيه. تطريبه وتحزينه والتخشع به حوالي. لا يا شيخ، حوالة بعد التاء. أيوة كمل. أيوة أقل. حوالة على الوزع، ولا حوالة على الوزع الباعد الجاري على وفق الفطرة. حوالة على الوزع. حوالة على الوازع الباعد الجاري على وفق الفطرة. ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خشوع من القلب. قال طاووس رحمه الله: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. رواه أبو عبيدة. قال ابن كثير في فضائل القرآن. أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتابه. أبو عبيدة القاسم بن سلام في فضائل القرآن. والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقوانين والموسيقية الموسيقية بدون تهش، ما في هي كده على القانون الموسيقي الموسيقائي يا شيخ، ما في مانع يصح هذا وهذا. فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم. هي أصلا هذه كلمة أجأمية لأن كلمة ميوزك. نعم. فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. ابن سلام مصروفة هذا. ابن سلام يا شيخ. أيوة مصروفة. ابن سلام رحمه الله تعالى: حدثنا نعيم بن حماد عن بقية عن بقية ابن الوليد عن حسين بن مالك الفزاري قال: سمعت شيخا يكنى أبا محمد يحدث. يكنى الأصل في الكلام عدم التثقيل، الأصل في الكلام التخفيف. يكنى أبا محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. وهذا لا يصح. بقية مدلس أسوأ أنواع التدليس هو تدليس التسوية، وهو أن يحذف ضعيفا بين ثقتين، وأيضا فيه علة أخرى هو الوهم هنا في الإبهام هنا والجهالة عن شيخ إلى غير ذلك. هذا الحديث لا يصح. نعم. وإياك ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعد يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم. مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. وحدثنا يزيد عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن زادان أبي عمر عن عليم قال: كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن عليم أشخة؟ عن من؟ زادان هذا تابع على يد عبد الله بن مسعود وكان مغنيا، فمر بك قال: ما أجمل هذا الصوت لو كان بالقرآن. فلما سأل قال: من هذا الرجل؟ قال: هذا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. فلزمه وترك القرآن وترك الغناء وأقبل على القرآن. زاذان بالزاي المعجمة أخت الراء وبالذال المعجمة أخت الدال. زاذان. نعم. عن زاذان أبي عمر عن عليم قال: كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال يزيد: لا أعلمه إلا قال عابس الغفاري. فرأى الناس يخرجون في الطاعون، قال: ما هؤلاء؟ قال: يفرون من الطاعون. فقال: يا طاعون خذني. فقالوا: أتتمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت
فقال إني أبادر خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته بيع الحكام وألا بيع الحكام أيوة اللي هو يعني القاضي يبيع ذممه وألا بالدم وقطعة الرحم وقوم يتخذون القرآن مزاما وقطعة الرحم وألا بالدم. هنا يقول الشيخ في فراغ في بياض في النسخة موضع بياض مقطوع من الأصل وألا بالدم وقطيعة الرحم وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء. وذكر خلتين آخرتين وذكر خلتين أخرتين شيخ أو أخريين هكذا وهكذا أخريين نعم أو أخرتين أخرتين أو أخرتين أخريين لأن هنا بالألف يا شيخ اللي جاية بالألف الممدودة أيوة شيخ وذكر خلتين آخرتين أيوة نعم. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن حثمان بن عمير عن زادان عن عباس الغفاري عن النبي عن عباس الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نحوه. وحدثنا يعقوب عن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه. وهذه طرق حسنة في باب الترهيب. وهذا يدل على أنه محذور كبير وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذهب الغناء. قد نص الأئمة رحمه الله على النهي عنه. فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن معمر حدثنا روح حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن أبي مليكة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ثم قال ولنا ما ذكرناه لأنه اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه فرواه عبد الجبار بن الورد عنه عن أبي مليكة عن أبي لبابة ورواه عمرو بن دينار والليث عنه عن ابن أبي نهيك عن سعد ورواه عسال بن سفيان عنه عن عائشة. نهيك يا شيخنا نهيك ارجع لحديث عابس الغفاري رضي الله عنه مرة ثانية. نعم هو حديث حسن لغيري عند أحمد المسلم عند غيري ارجع إليه مرة أخرى اللي هو يا شيخ وألن بالدم يعني استهتار بالدم لبين الألفاظ. نعم أقرأ من جديد إلى يا طعون خذني يا طعون خذني أيوة إني حفظت على النبي خصالا ستا عليه الصلاة والسلام. نعم. اقرأها يا شيخ ولا أي الجزء هذا فقد نبين للغريب الذي فيه فرأى الناس يخرجون في الطاعون قال ما هؤلاء يعني يفرون والسنة فيه أنه يعني إذا خرج الطاعون بقوم بأرض يعني إذا خرج الطاعون بأرض قوم كما هو الحديث. ولذلك معاذ بن جبل كان يعني يعمل به رضي الله عنه وأرضاه وأبو عبيد عامر بن الجراح لما قال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا خرج الطاعون فلا تخرجوا منها ومن كان خارجا فلا يقدموا عليها. نعم فمات فيه في طعون عمواس مات قرابة 35,000 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم في عام 16 بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة الفاروق. تفضل. نعم قال يفرون من الطاعون فقال يا طاعون خذني. فقالوا أتتمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت أحدكم الموت لضر نزل به. ولذلك الإمام البخاري صحابه وروى هذا الحديث عنده لما نزل به ما نزل فتمنى الموت قالوا لعله قد ذهل عن هذا أو قالوا لعله الإنسان أحيانا في شدة الفتن وما يستطيع أن يصبر عليها فيكون الموت خيرا له. عرفتم؟ هنا
ولكن الأولى لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن شاء لك الله محيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم، ولذلك قد يذهل العالم عن شيء قد رواه، وسبحان الله الكمال لله عز وجل. ما كان ربك وما كان ربك نسيا. نعم. فقال إني أبادر خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أتمنى، يعني هذا هو التوجيه عند العلماء كما قال حافظ في الفتح غير واحد أنه خشي الفتن، يعني أبادر هذا أن تظهر هذه الفتن، أتمنى الموت حتى لا أقع فين في هذه الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. إني أبادر خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته بيع الحكام. أيوة، وفي رواية بيع الحكم، يعني أن الحكام اللي هم القضاء يأخذون الرشوة ويبيعون ذمامهم، سمي بيعا هنا من باب التغليب سبحان الله، من باب المجاز أنهم يبيعون ذمامهم، كما سمي ما تأخذه البغي قال اللي هو إيش سماه المهرا عليه الصلاة والسلام، وما يأخذه الكاهن حلوان الكاهن إلى غير ذلك، وهذا يدل على شدة الزجر أنهم يرتشون ويبيعون ذممهم، هذا مقصود بالحكم أو الحكام اللي هم القضاء يعني. نعم. وألم بالدم، استهتار. وألم بالدم، أيوة استهتار، يعني سبحان الله يستهتر بالدم، وهذا واقع مشاهد سبحان الله، انتشار الفتن وسفك الدماء عفى الله وإياكم، انتشار الثأر نسأل الله السلامة والعافية، وهذا موجود مشاهد نسأل الله أن يعافينا. ولذلك يقول ابن عمر إن من الورطات الحمراء التي لا مخرج منها لمن دخل فيها سفك الدم الحرام. أينها؟ وقطيعة الرحم. أيوة نعم، وقطيعة الأرحام، هذا واقع، تجد أن الأب يجفو، أن الابن يجفو أباه، وأن البنت تجفو أمها، وأن الإخوة يتصارمون ويتقاطعون ويتهجرون، نسأل الله العافية والسلامة. وقوم يتخذون القرآن مزامير. هذا هو الوجه الدلالة هنا الذي أتى به الشيخ ليستدل على ما هو، هذا وجه الدلالة من إيراد هذا الحديث، هو حديث حسن لغيره، هذا الحديث حسن لغيره عند أحمد وعند غيره. نعم. يقدمون أحدهم. نعم، كل من أجل الصوت، كل من أجل الصوت، وهذا واقع مشاهد، لا ترون ذلك يا أحباب الكرام، كلما أتى رمضان قام المسجد ولم يقعد وتألبوا على الإمام، كفاية حنا صابرين عليك 11 شهر جيب لنا واحد إيش غيرك، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء، ليتهم من باب أنهم يعني يخشعون وكذا، إنما من باب أن يعني كأنه يغني بهم. نعم. يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم. والله منهم من هو فاسق فاجر عفا الله وإياكم، ومنهم من هو مدخن، ومنهم من هو مسبل، إلى غير ذلك، وأنتم ترون ذلك وتعرفون ذلك جيدا أكثر مني، لكن كل ما هنالك فقط من أجل ماذا؟ من أجل أن كأنه يغني بهم، كل من أجل الصوت. نعم. ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء. وذكر خلتين آخرتين. وذكر خلتين آخرتين. نعم، لأن الخلة غير الخلة، الخلة الصفة، والخلة هي ماذا؟ اتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذه خلة تدل على شدة المحبة، ومنهم من قال هي خلة وخلة كلاهما بنفس المعنى. نعم. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السماع المبارك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه تضبط بالخلة وخلة، خلتان وخلتان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. حديث صحيح، كرر اللام يا شيخ، ما في معنى للنبي أن يتغنى بالقرآن، متفق عليه. والأحاديث بمعناه أذن يعني استمع. نعم.
والأحاديث بمعناه كثيرة في مشاهير السنن وغيرها، ويقتضي شكرها أيضا أن لا يستعملها العبد في معصية كاستعمال حسن الصوت في الغناء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة. الله أكبر، له صوت الويل وصوت هو صوت والولولة عند المصيبة وصوت رنة عند نعمة. أي نعم. رواه البزار من حديث أنس رضي الله عنه. ومن هنا أخذ أهل العلم أنه ينهى عن تشغيل الموسيقى عند الطعام كما ترون في بعض المطاعم، صحيح؟ يقول لك مطعم على يأكل على صوت الموسيقى، الموسيقى الرومانسية والموسيقى الهادية تريح الأعصاب إلى غير ذلك. هذا الطعام نعمة وغيرنا لا يجده، هذا كل يدل على ذلك، يدل على هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، لأن الحديث صدر فيه باللعن كما قال صاحب الطحاوية في ضابط الكبيرة: من صدر بلعن أو كان فيه غضب أو طرد أو توعد عليه بحد في الدنيا أو بنار في الآخرة أو بقول ليس منا أو بنقص إيمان، هذا كله ضابط إذا وجدتها في الأحاديث، لأن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. نعم. والتحريم للصوت فضلا عن الحسن في الغناء كالتحريم لاستعمال حسن الصورة والجمال في الفواحش والتلذذ بالنظر إليها. الله أكبر. ما انتصرت امرأة قديمة تقول: ولدي كان على استقامة وعلى دين وكذا، ودخل الآن أصبح موديل، أصبح موديل يتصل بي أصحابي الماركات اللي هي الثياب، الشركات اللي هي تبيع الثياب إلى غير ذلك، ويأتون ويصورونه، فأخذ بلحيته وحلق وإلى كلمة. فالله عز وجل إذا أعطاك الصورة الجميلة فعليك أن تتقي الله عز وجل فيها، وهذا من النعم التي يجب أن تشكر. وإذا تأذن ربكم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر مظنة المزيد، والكفر مظنة المحق الشديد. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. ولذلك لما وقفت تلك المرأة قالوا: من يستطيع أن يفتن الربيع بن خثيم؟ فأتوا لامرأة مغنية فاجرة في بغداد، فقال: نعطيك كذا وكذا وكذا أن تقفي على مدرجته وأن تقوم بإغوائه. قالت: أنا لها، أنا لها. فلما جاء مارا وقفت عليه إلى غير ذلك، فغض بصره وجعل طرفه إلى الأرض وأخذ بوعظها. قال: أرأيت إن أخذ الله أجلك الآن وسلط عليك الحمى، فلم يعد منك جمال ولم يعد منك دل ولا دلال، فبماذا تقابلين ربك عز وجل؟ وأخذ يعظها، وأخذت المرأة تبكي، ثم ذهبت وتابت وأصبحت تكنى وتلقب بناسكة بغداد. فقالوا: أفسد الربيع علينا هذه المرأة، نسأل الله العافية والسلام. انظروا، يقولون هذا أفسد علينا المرأة، فتجد الفسق والفجر في كل مكان، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك هذه الصور من أكبر الفتن، لذلك من أكبر البلاء في البيوت مثل هذه التطبيقات الخبيثة كالتيك توك والسناب والإنستغرام وإلى آخره، التي تتكلم وتخاطب الشهوات وإلى غير ذلك. كم فسدت فيها من بيت، كم فسدت فيها من زوج، والشيء بالشيء يذكر. ونحن عائدون الآن من درس شيخنا المختار، الله يفقنا وإياكم إلى فعل الأخيار الأبرار. وأنا أذكر في درس الترمذي، درس الترمذي هذا عمره فوق 30 سنة، درس قديم بدأ في جامعة الملك سعود رحمه الله بإفتاء، فكان يذكر الشيخ ويقول عن أحد في أسئلة أتت إليه، يقول: هذا الشاب كنت على خير وديانة واستقامة، فدخلت الإنترنت. الشيخ قال: وش هو الإنترنت؟ سبحان الله، في ذلك الزمان. قال: وبدأ في متابعة الصور مقاطع والفيديوهات إلى غير ذلك، حتى ضل وضعف. والشيخ تكلم وأجاد وأفاد. وأيضا يذكر من الرؤى في ذلك مجموعة من الشباب، مات أحد أصحابهم فجأة، فرأوه في المنام أن كلبا يأتي يبول على قبره، فاتصلوا بأحد المعبرين في ذلك فقالوا: إن صاحبكم قد غامر ووقع في فتنة وذنب عظيم، خبروني. قالوا: يا شيخ، هذا في ذلك الزمان ما كان في لسه تطبيقات، كان انترنت والأشياء هذه، عافانا الله وإياكم وأنجانا منها. قال: يا شيخ، هذا كان
يشاهد الأفلام الإباحية واشترك لنا في ذلك. كان يأتي يقول طالع انظر إلى هذا المقطع إلى غير ذلك. قال فنظرنا فأعجبوا به. قالوا كيف أن لنا أن يكون عندنا مثل هذا؟ قال أنا أسوي لكم الاشتراكات. وأخذ منهم المال وسوى لهم الاشتراكات. فكان يأتيهم في كل ليلة عدة مقاطع صباحا ومساء. فلما مات سبحان الله رؤية هذه الرؤية، فكلهم الشيخ أن يتصلوا بالشركة أو بالإيميلات. قالوا خاطبناهم فقالوا كلمة السر عنده، الباسورد يسموها، أعطينا ما شيخنا الله يرضى عليه، كلمة نور عنده أعطونا إياها لكي نوقف إيش تفعيل الخدمة. قالوا ما نعرفها. ذهب سره معه إلى ماذا؟ إلى قبره. قالوا بقي على ذلك 6 أشهر، سيظل هذا البلاء لمدة 6 أشهر حتى ينتهي الاشتراك. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم يا حبيبي. نعم. وبهذا تعلم أن النعم محن، والسعيد من استعملها في طاعة الله. الله أكبر، رأيتم كلام جميل الشيخ بكر بوزيد. إن النعم محن، إن النعم محن، الله يجعلها يا شباب لنا منح، الله يجعلها لنا منح، وأن نستعملها في طاعته ومرضاته تبارك وتعالى، ويرضى أن يبعد عنا المحن والكحن وعن جميع المسلمين. نعم. فالصوت نعمة وحسنه خلقة. نعم، يعني حسن الصوت الأصل في أنه خلقة من الرحمن تبارك وتعالى. نعم. فضيلة لا يجوز استعمالها في منهي عنه. نعم. ومن شكرها استعمالها في طاعة الله. الثاني أن الصوت حسن، أن الصوت حسنا كان أو فظيعا خلقة لم يعلق الله عليه مدحا ولا ذما. الله أكبر. إنما من هو القارئ؟ قال الذي إذا سمعته ذكرت الله عز وجل. ممكن يكون القارئ من أجمل صوته كالجلجل كالبربط، لكن ما عنده خشية، لا إذا سمعته يصعد بك في السماء وتتمنى ألا تصلي وراء مرة أخرى. نعم، فهذا هي الأشياء يا أحباب الكرام. نعم. لأنه ليس فعلا للعبد، وإنما يذم العبد ويمدح بأفعاله الاختيارية. فمن كان صوته غير حسن مثلا فإنه لا يذم على ذلك، كما أنه لا يترتب على دمامة الإنسان شيء على شكل، هذه خلقة من الله عز وجل، إنما يترتب على الفعل، على الفعل الذي يفعله الإنسان. نعم. ويذم فإنه لا يذم على ذلك، ويذم بما يكون باختياره كرفع الصوت الرفع المنكر، كما يوجد ذلك في أهل الغلظ والجفاء من الفدادين. أيوة، والصخابين وهم أهل الإبل. نعم، وقال الكبر في الفدادين أهل الإبل، والتواضع والسكينة في أهل الغنم. قيل لأن من يرعى الغنم يأخذ من أخلاقهم، حيث أنه أن الغنم الشياه لا يرفع رأسه من المرعى، أرأيتم؟ أما الإبل يأخذ من أخلاقه، يرفع رقبته ويتكبر، وهو أيضا مرتفع على الناس إلى غير ذلك. فالإنسان يتأثر بمهنته وبيئته. نعم. والصخابين في الأسواق، ولذلك النبي لم يكن سخابا، وفي رواية صخابا بالسين المهملة وصاد المهملة، يعني ما كان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام، هذا معروف عند أهل الحراج وغير ذلك، والأسواق يرفعون له. فالإنسان يتأثر بهذه المهن وبهذه الأشياء من الغلظة والجفاء والاعتياد على مثل هذا. نعم. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. قال تعالى عن لقمان في وصيته لابنه وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فأمره أن يغض صوته، أن يقصد في مشيه كما أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم. حسن الصوت أو قبحه قد يكون كل منها علامة. حسن الصورة أو قبحها أو قبحها وحسن الصوت أو قبحه قد يكون كل منها علامة على الذم، كما قال الله في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. قال سبحانه
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وعلى هذا فالصوت المجرد لا يعلق عليه شيء من الحب والبغض الذي هو ملاك الأمر والنهي. الثالث أن كون الصوت الطبيعي خلقة حسنا لذيذا مطربا أمر يدرك بالإحساس ويشترك فيه جميع الناس. والإنسان مجبول على محبة الحسن وبغض السيء. إذن فالفضيلة في حسن الصوت معلقة على استعماله فيما هو طاعة لله تعالى. فإذا استعين بهذه الفضيلة على أمر الله به كان طاعة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، رواه البخاري وغيره. فهذا الصوت الحسن الطبعي إذا جعل في طاعة الله وأجلها قراءة القرآن وأجلها قراءة القرآن الكريم كان طاعة لله تعالى وعونا على عبادته واستماع كتابه، فيثاب المسلم على هذا الالتذاذ، وحلاوة ذلك أعظم الحلاوات. أما أن يكون مجرد استحسان الإنسان للصوت دليل على استحبابه في الدين والتعبد به مجردا فهذا ضلال، إذ حقيقته تدين بعشق الصوت كالتدين بعشق الصور الحسنة. وهذا الذي قال فيه ألم يشغلك المعنى عن المبنى. ولذلك لما أنهم يتلذذ بالصوت وليس بالمعاني، فقال لم يشغلك المعنى عن المبنى، فالإنسان ينشغل هنا بالمعاني وليس بالأصوات. نعم. وقد تنكبهما أهل العلم والإيمان وردوا على منحرفة المتصوفة في التعبد بعشق الصور الجميلة وبعشق الأصوات الجميلة، وما ولذلك يعني وقع في حب المردان إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والدوام والسلامة. نعم. وما تثيره من الوجد والحركة، فالصوت لا يستلذ به لذاته تعبدا، وإنما لما يحمله من آيات التنزيل وقوارع القرآن الكريم. لما يحمله من آيات التنزيل وقوارع القرآن الكريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: فالسماع الشرعي الديني سماع كتاب الله وتزيين الصوت به وتحذيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال أبو موسى: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. والصور والأزواج والسراري التي أباحها الله تعالى، والعبادة عبادة الله وحده لا شريك له في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وهذا المعنى يقرر قاعدة: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية يشرح فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو. وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. مخالفة أصحاب الجحيم. هو هكذا ضبطها؟ مو مضبوطة يا شيخ. لا، مخالفة أصحاب الجحيم لأنك أنت مضاف. مخالفة. أيوة. نعم، على الإضافة. مخالفة أصحاب الجحيم. وينهى أن يشبه الأمر الديني الشرعي بالطبيعي البدعي لما بينهما من القدر المشترك كالصوت الحسن، ليس هو وحده مشروعا
حتى ينضم إليه القدر المميز. يعني إذن هذه المسائل الآن التي وقع فيها القراء وأئمة المساجد من مسألة التنطع في القراءة، ومن مسألة أيضا الذهاب إلى المقامات، وأيضا ينزل مثل هذه المقاطع لبعض الذين يدربونك، يقول لك الآن نعطيك مقطع لتقرأ بالنهاوند، ومقرأ لتقرأ بالسيكا، ومقرأ لتقرأ بالكرد، والجواب والقرار إلى غير ذلك، فينقلب المحراب إلى غناء. والنبي حذر من ذلك، وحذر من أقوام يأتون في آخر الزمان يقرؤون القرآن كشرب اللبن، فتجده يقيم الحروف ولا يقيم الحدود. هذا هو المقصود منه، ولذلك الإنسان عليه أن يقرأ القرآن بصورة صحيحة سليمة بعيدة عن هذا الغناء وعن هذه اللحون الممجوجة. حتى إن أحدهم يعني لا يدخل في المحراب، وكل ما هناك يتأمل فيه أنه كيف يبدأ بمقام ويختم بمقام آخر. وهذه من أهل الأداء، من أهل التجويد، ومن أهل الفقه، ومن أهل الفقهاء نهوا عن كل هذه الأشياء، بل وعدوها أنها تقع في باب القراءة المنهي عنها. نعم. كحروف القرآن فيصير المجموع من المشترك والمميز هو الدين النافع، انتهى. وعليه فلا يعلق على الصوت من المشترك والمميز. شيخنا من المشترك والمميز، من المشترك والمميز هو الدين النافع. نعم، انتهى. وهذا الدين النافع لا يعرف إلا بأن نقرأ القرآن كما أقرأ النبي الصحابة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، ليس بهذه الأمور المحدثات التي أصبحت منتشرة ويعقد لها برامج لتعليم المقامات، ويعقد لها مسابقات إلى غير ذلك. ولما تأتي المسابقات يضعون متخصصا في التجويد، وبجواره يضعون متخصصا في ماذا؟ في المقامات، لكي يقوم ويقيم تلاوة هذا الذي قرأ. ونتعجب أحد المقرئين هؤلاء، الله عافينا وإياكم، وكان القارئ يقرأ أواخر سورة الزمر وما فيها من العذاب وما فيها من النار إلى غير ذلك، وهذا جالس إيش؟ يتمايل، كما ذكرنا في طرة هذا الكتاب، من هذا التمايل الممجوج الذي وقع فيه طلاب التحافيظ ومعلم التحافيظ وإلى غير ذلك. وقد كان كما قلنا أبو حيان يذكر في البحر المحيط أنهم كانوا يضربون الطلاب في الكتاتيب في الأندلس على هذا التمايل. نعم. وعليه فلا يعلق على الصوت الحسن بذل الإكرام والتجلة لصاحب الصوت الحسن على ما يبذله من صوت حسن. أرأيتم؟ هذا هو. فلا يقدم في المجالس، ولا يقدم في المنتديات، ولا يقدم في مجامع الناس ليقرأ لنا فلان. وتجد أحيانا وصلنا لمرحلة تجد فيه على سيمه الفسق والفجور إلى غير ذلك، لكنه يقدم لأنه له صوت حسن يستفتح به المجالس. إنما يقدم في استفتاح المجالس بكتاب الله عز وجل من أهل الديانة وليس من أهل الفسق والخيانة. نعم. وكما لا يعلق الإكرام على حسن الصورة لمن كان جميلا. نعم، فحيث لا يقدم أيضا صاحب الشكل الجميل لكي يتقدم المجالس، إنما يقدم أهل التقوى، إنما يقدم أهل التقوى وأهل الإيمان، ولا يقدم أهل الفسق والفجور. نعم. فعشق الصوت المجرد كعشق الصورة في النهي سواء. عافانا الله وإياك. ولا تغتر بفعلات المتصوفة من التعبد بعشق الصورة بدون فاحشة وإكرام صاحبها، والتعبد بعشق الصوت الحسن بدون قول زور أو منكر، وجعل ذلك من سبل التعبد والإكرام، فهذا ضلال وفساد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن محبة النفوس الصورة والصوت قد تكون عظيمة جدا. فإن محبة النفوس الصورة والصوت
مثل هذا خبر. فإن محبة النفوس الصورة والصوت قد تكون عظيمة جدا، فإذا جعل ذلك دينا وسمي لله صار كالأنداد والطواغيت المحبوبة تدينا، وعبادة صار كالأنداد والطواغيت المحبوبة تدينا، وعبادة كما قال وعبادة كما قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال أيضا رحمه الله تعالى: وليس في دين الله محبة أحد لحسنه قط، فإن مجرد الحسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب، ولو كان كذلك كان يوسف عليه السلام لمجرد حسنه أفضل من غيره من الأنبياء لحسنه. وإذا استوى شخصان في الأعمال الصالحة وكان أحدهما أحسن صورة وأحسن صوتا كان عند الله سواء، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، يعم صاحب الصوت الحسن والصورة الحسنة إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته كان أفضل من هذا الوجه، كصاحب المال والسلطان إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته فإنه بذلك الوجه أفضل ممن لم يشركه في تلك الطاعة. أفضل ممن لم يشركه في تلك الطاعة، ولم يمتحن بما امتحن به حتى خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم ذكر الغير إن كان له عمل صالح آخر يساويه به، وإلا كان الأول أفضل مطلقا انتهى. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكرناه من أن الحسن الصورة والصوت وسائر من أنعم الله عليه بقوة أو بجمال أو نحو ذلك إذا اتقى الله فيه كان أفضل ممن لم يؤت ما لم يمتحن فيه. فإن النعم محن، فإن أهل الشهوات من النساء والرجال يميلون إلى للصورة الحسنة ويحبونه ويعشقونه ويرغبونه بأنواع الكرامات ويرهبونه عند الامتناع بأنواع المخوفات، كما جرى ليوسف عليه السلام وغيره، وكذلك جماله يدعوه إلى أن يطلب ما يهواه، لأن جماله قد يكون أعظم من المال المبذول في ذلك. وكذلك حسن الصوت قد يدعى إلى أعمال في المكروهات، كما أن المال والسلطان يحصل بهما من المكنة ما يدعى مع ذلك إلى أنواع الفواحش والمظالم. فإن الإنسان لا تأمره نفسه بالفعل إلا مع نوع من القدرة، ولا يفعل بقدرته إلا ما يريده، وشهوات الغي مستكنة في النفوس، فإذا حصلت القدرة قامت المحنة، فإما شقي وإما سعيد، ويتوب الله على من تاب. فأهل الامتحان إما أن يرتفعوا وإما أن ينخفضوا. وأما تحرك النفوس عن مجرد الصوت فهذا أيضا محسوس، فإنه يحركها تحريكا عظيما جدا بالتفريح والتحزين والإغضاب والتخويف ونحو ذلك من الحركات النفسانية، كما أن النفوس تتحرك أيضا عن الصور بالمحبة تارة وبالبغض أخرى، وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنفرة أخرى. هذا شيء طبيعي في النفس، ولذلك تجد النفوس تحب طعاما دون طعام، ولونا دون لون، وصوتا دون صوت، وهكذا. نعم. فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هو من ذلك، لا
لكن كلما كان أضعف كانت الحركة به أشد، فحركة النساء به أشد من حركة الرجال، وحركة الصبيان أشد من حركة البالغين، وحركة البهائم أشد من حركة الآدميين. فهذا يدل على أن قوة التحرك عن مجرد الصوت لقوة ضعف العقل، فلا يكون في ذلك حمد إلا وفيه من الذم أكثر من ذلك. وإنما حركة العقلاء عن الصوت المشتمل على الحروف المؤلفة المتضمنة للمعاني المحبوبة، وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن. وأما التحرك بمجرد الصوت فهذا أمر لم يأتي الشرع بالندب إليه. على الحروف المؤلفة المتضمنة على الحروف المؤلفة المتضمنة للمعاني المحبوبة، وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن. وأما التحرك بمجرد الصوت فهذا أمر لم يأتي الشرع بالندب إليه، ولا عقلاء الناس يأمرون بذلك، بل يعدون ذلك من قلة العقل وضعف الرأي، كالذي يفزع من مجرد الأصوات المفزعة المرعبة، وعن مجرد الأصوات المغضبة عن مجرد الأصوات المغضبة لا المغضبة المغضبة يعني تجد بعض الناس يعني إذا سمع صوتا فزع منه، صوت رعب يفزع منه، أو صوت غضب يفزع منه. نعم. والحاصل أن مجرد الصوت حسنا أو غير حسن لم يعلق الله عليه حكما ولا لا مدحا ولا ذما، بل لا يجوز فيه ذمه إذا كان غير حسن. وهذا معناها يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، ويحرم تبعا ما لا يحرم استقلالا. نعم. لأنه خلق الله لاختيار للعبد فيه، وأن الصوت الطبيعي وأن الصوت الطبيعي الحسن وأن الصوت الطبيعي الحسن وأن كل الصوت الطبيعي الحسن نعمة على العبد، والنعم محن، فإن استعماله في الطاعة في قراءة كتاب الله تعالى كان ذلك أمرا مرغوبا فيه شرعا، واستعماله مرغوب شرعا، لا لذات الصوت لكن لأنه يحمل كلام الله ويحببه، لكن لأنه يحمل كلام الله ويحببه إلى النفوس ويوصل معانيه إلى القلوب. وأن من كان كذلك لم يمنحه الشرع حكما مستقلا لذات الصوت دون غيره، وأن تحريك الصوت للإنسان أمر طبيعي كما يتحرك كل إلى ما يناسبه من الأصوات، وإنما التعبد أن يتحرك العبد إلى كلام الله وما فيه من العظمة والعبرة والتذكير بالمصير وبالجنة والنار وعظيم الحكم والأحكام. وأما لو تحرك عند قراءة القرآن طربا لمجرد حسن الصوت دون ما يحمله من آيات القرآن الكريم فهذا عشق مجرد من التعبد. هذه مسألة مهمة جدا، يعني بعض الناس يستمع للقرآن ويبحث عن الأصوات الجميلة في هذا فقط من باب ماذا؟ من باب التطريب، ليس من باب المعاني. هذه مسألة دقيقة ومسألة مهمة، فقط يذهب للشيخ الفلاني أو ينزل تسجيلاته لا ليتدبر في المعاني، إنما فقط ليسمع لتنغيم المباني، وهذا الذي ينهى عنه، وهذا الذي ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله منه، أن يستعيذ بالله من أن يكون من مثل هذا. نعم. لعدم ورود أمر التعبد عليه في الشرع المطهر. والتعبد إنما هو بماذا؟ بالتدبر. قال الله عز وجل فلا يتدبرون القرآن، والتدبر لا علاقة له بالصوت، إنما هو بمعنى الكلمة القرآنية. بمعنى ماذا؟ الكلمة القرآنية. نعم. وإذا استقر عندك هذا المحصول الجامع لأحكام الصوت الحسن بقي الوقوف على حكم هذه الظاهرة الحادثة، الافتتان بتقليد أصوات القراء والقراءة بها في المحاريب بين يدي الله تعالى عندئذ نقول هذا أمر إضافي إلى التعبد في القراءة، فهذا التقليد عبادة، ومعلوم أنه قد وجد المقتضي لهذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر صحابته رضي الله عنه، فلم يعلم العمل به عن أحد منهم رضي الله عنهم. فلم يعلم العمل به
فلم يعلم العمل به عن أحد منهم رضي الله عنهم. وقد علم في الأصول أن ترك العمل بالشيء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له يدل على عدم المشروعية. هذه قاعدة يعني من تنزيلاتها في أمر شائع هو الاحتفال بالمولد النبوي، المقتضي قائم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوجد مانع يمنعه، فتركه النبي فدل أن الترك هو الواجب وأن الفعل هو المحظور، وقس على ذلك. نعم. فالصوت الحسن في القراءة موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ورأس الأمة في هذا نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا المقتضي موجود، ولم يعلم أن أحدا تقرب إلى الله تعالى بتقييد صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من صحابته ولا من بعدهم، وهكذا فدل هذا على عدم مشروعية هذا التقليد. وعلم به أن التقرب إلى الله تعالى بذلك التقليد والمحاكاة لأصوات القراء أمر مهجور، فالتعبد به أمر محدث، قد نهينا عن الإحداث في الدين. وقاعدة الشرع أن كل أمر تعبدي محدث فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأن الشغف والتدين بحسن الصوت فحسب، والتلذذ به كالتدين بعشق الصور فهما في الابتداع والتهيب سواء. بل يضاف إلى المحاكاة للصوت الحسن أن فيها نوع تبعية مذلة، والشرع يبني في النفوس العزة والكرامة وترقية العقول واستقلالها وتمحض متابعيها لهدي النبوة لا غير، وتمحض متابعتها لهدي النبوة لا غير. وتأمل، هل من قلدت صوته كان مقلدا لآخر أم بحكم ما وهبه الله له؟ وتأمل أيضا، هل رأيت عظيما يشار إليه بالعلم والفضل والمكانة يقلد صوت آخر في القراءة أو في الخطابة أو في الأذان أو في الكلام المعتاد والأداء فيه؟ والشرع يدعو إلى تحسين القارئ صوته، وهذا أمر مشروع في حق من يملكه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتطلبه بالتقليد والمحاكاة تكليف بما لا يسع العبد في طبعه فهو غير مطلوب، وتكليف العبد ما لا يطيقه كمن يريد الشبر البسيطة أحسنت. يعني يجعل العالم ده كله على مساحة إيش؟ شبر، وأن له ذلك. نعم. وهذا هو ما تقتضيه الفطرة التي فطر الله عليها عباده، ودين الإسلام هو الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الآية. فدين الإسلام ينفجر من ينبوع معنى الفطرة، من ينبوع معنى الفطرة ما فطر وخلق عليه. لا، ودين الإسلام ينفجر منه ينبوع معنى الفطرة، ما فيها يا شيخ، ينبغي يكون كذلك. منه، فدين الإسلام ينفجر منه ينبوع معنى الفطرة وحقيقة الفطرة، أو دين الإسلام ينفجر من ينبوع معنى الفطرة. نعم، لا مانع من الاثنين. نعم. وحقيقة الفطرة ما فطر وخلق عليه الإنسان فطاهر، ما فطر وخلق عليه الإنسان، ما فطر وخلق عليه الإنسان، ما فطر وخلق عليه الإنسان ظاهرا وباطنا، أي جسدا وعقلا. فسير الإنسان على قدميه كما يسر الله له فطرة، ومحاولة تقييد غيره في المشي ممن يراه أحسن منه مشية معاكسة للفطرة، وهكذا نطقه بما يسر الله له وركب فيه من حباله الصوتية، واستعداد حنجرته ومجاري نفسه، هذا هو الفطرة. وقد أحاله الشرع إلى الوازع الباعث حسب الجبلة والخلقة،
ومحاولة العدول عن هذا إلى صوت غيره هذا خلاف الفطرة حسا ويعاكسها عقلا، فالفطرة حسا وعقلا، والإسلام دين الفطرة أن تجري حواسه في قوانينها التي ركبت عليه من لدن حكيم خبير. وفي قالب الإسلام وهذا هو محض العقل، والعقل والعاقل لا يعاكس الفطرة معنا ولا حسا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالمقلد يعدل عن خلق الله له في ذلك التقويم، ثم يفعل بنفسه الأفاعيل ليتحول إلى صورة ركيكة. نعم، لا ينكر توافق بعض الأصوات حسنا كان الصوت أو غير حسن، لكن السامع يميز بين هذا وذاك. إذا استقر ذلك فاعلم أن المحدث يتولد منه أمور محدثة، وهكذا تبدو المحدثات صغارا حتى تنمو وتزداد حتى تتقطع السبيل إلى سبل وتغاب السنن، وقد تولد عن فتنة التقليد إحياء البدعة المهجورة لدى المتصوفة. التعبد بعشق الصوت، وقد كشف أهل السنة في مبحثي عشق الصور وعشق الصوت بدعية التعبد بهذا العشق، وأنه فتنة للتابع والمتبوع. وتولد من هذا في عصرنا الازدحام في المساجد التي سبيل إمامها كذلك في المحاكاة. قد بينت النهي عن تتبع المساجد طلبا لحسن الصوت فيما كتبت عن ختم القرآن. بل بلغنا بخبر الثقات عن مشاهدة منهم أن بعضهم يسافر من بلد إلى آخر في أيام رمضان ليصلي التراويح في مسجد إمامه حسن الصوت. ولا شك أن هذا حرام، قال عليه الصلاة والسلام عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نعم. فانظروا رحمكم الله كيف خرق سياج السنة في النهي عن شد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. ومن ولائد ذلك تكره النفوس للصلاة خلف إمام لا يستحسن صوته، ومنها انصراف من شاء من عباده عن الخشوع في الصلاة وحضور القلب إلى التعلق بمتابعة الصوت الحسن لذات الصوت. وأنصح كل مسلم قارئ لكتاب الله تعالى وبخاصة أئمة المساجد أن يكف عن المحاكاة والتقليد في قراءة كلام رب العالمين، فكلام الله أجل وأعظم من أن يجلب له القارئ ما لم يطلب منه شرعا زائد. ما لم يطلب منه شرعا زائدا على تحسين الصوت حسب وسعه لا حسب قدرته على التقليد والمحاكاة. قد قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين. وليجتهد العبد في حضور القلب وإصلاح النية فيقرأ القرآن محسنا به صوته من غير تكلف، وليجتنب التكلف من الأنغام والتقعر في القراءة والممنوع من حرمة الأداء. وينبغي لمن بسط الله يده أن يجتهد في اختيار الإمام في الصلاة الأعلم الأتقى الأورع السالم في اعتقاده من مرض الشبهة وفي سلوكه من مرض الشهوة وتقديم حسن الصوت الطبيعي على غيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك. انتهى. المبحث الثالث في التحرك عند القراءة تمايل. نعم. المبحث الثالث في التحرك عند القراءة.
اشتملت كلمة علماء الأندلس في النكير على اشتدت كلمة العلماء الأندلس في النكير على التمايل والاهتزاز والتحرك عند قراءة القرآن وأنها بدعة يهود تسربت إلى المشارقة المصريين، ولم يكن شيء من ذلك مأثورا عن صالح سلف هذه الأمة. وقد ألف ناصر السنة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله كتاب من تأخذه عند قراءة القرآن حركة. كتاب من تأخذه عند قراءة القرآن حركة. نعم. ولا ندري من خبر هذا الكتاب شيئا. قال أبو حيان النحوي. النحوي بسكون الحاء المهملة. النحوي. نعم. نسبة لعلم النحو. نعم. محمد بن يوسف الأندلسي في تفسيره البحر المحيط عند قوله تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم الآية. قال الزمخشري في الكشاف لما نشر موسى عليه السلام الألواح وفيها كتاب الله تعالى لم يبقى شجر ولا جبل ولا حجر إلا اهتز، فلذلك لا ترى يهوديا يقرأ التوراة إلا اهتز وانغض لها رأس. انتهى من الكشاف. وقد سرت هذه النزعة وأنغض لها ينغضون رؤوسا يعني ميال هكذا. نعم. وقد سرت هذه النزعة إلى أولاد المسلمين فيما رأيت بديار مصر. لذلك ينبغي أنتم معلم التحافيظ إلى غير ذلك توقف هذا البلاء ولا تقول إن هذا نوع من أن يتنشر إلى غير ذلك. أخي إذا هو كل ساعة أو ساعتين أو قرب من أصابه شيء من الكسل يقوم يتحرك ويرجع مرة أخرى حتى أصبح هذا يعني كأنه ديدا للأستاذ وللطالب وإلى غير ذلك من غير لا نشاط ولا شيء. أخذها عادة، بل عند بعض الأعاجم أنه إذا لم يتمايل فكأنه ما قرأ قرآنا، وهذا القرآن سكينة. نعم. فيما رأيت بديار مصر تراهم في المكتب يعني الكتاب، مفعل على وزن فعال، مكتب يعني الكتاب. نعم. يدفع على مكاتب وكتاتيب. نعم. إذا قرأوا القرآن يهتزون ويحركون رؤوسهم. وأما في بلادنا بالأندلس والغرب فلو تحرك صغير عند قراءة القرآن أدبه مؤدب المكتب وقال له لا تتحرك فتشبه اليهود في الدراسة. انتهى. يعني في القراءة. وقال الراعي الأندلسي رحمه الله في انتصار الفقير السالك وكذلك وافق أهل مصر اليهود الاهتزاز عند الدرس والاشتغال وهو من أفعال اليهود. انتهى. وهذا أعم فليجتنب. المبحث الرابع. الرابع رتب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة صلاة الجمعة 3 سنن: قراءة سورتي الجمعة والمنافقون أو سورتي الجمعة والغاشية أو سبح والغاشية. أحسنت. هذه 3 سنن. نعم. فإما أن تقرأ كما ذكرنا في أول كلامنا هي تقرأ بها جميعا هي تتركها جميعا، أما تقسم للجمعة على الركعتين أو الغاشية على ركعتين، وكذلك في فجر يوم الجمعة لا تقرأ لي سورة السجدة على الركعتين أو جزء من السجدة في الأولى وجزء من الإنسان في الثانية، يأتي بالسنة كلها أما أن تتركها كلها كما قال أهل العلم، ولا تأتي لي في عشاء يوم الخميس ليلة الجمعة تقرأ لي بسورة الجمعة تقول ذكر الناس بيوم الجمعة، أتفتأت على الشريعة؟ أنت خير من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. أو تأتيني في عشاء يوم الخميس ليلة الجمعة فتقرأ إن الله وملكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، أو تأتيني في فجر يوم الجمعة فتقرأ لي بسورة الجمعة تقول ذكر الناس بيوم الجمعة، هذا كله خلاف السنة، وإن داوم على ذلك فقد ابتدع كما قال أهل العلم. نعم. وقد فشى في عصرنا العدول من بعضهم عن العدول من بعضهم عن هذا المشروع إلى ما يراه الإمام من آيات أو سور القرآن الكريم متناسبا مع موضوع الخطبة. وهذا التحري لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عن سلف الأمة، فالتزام ذلك بدعة. وهكذا قصد العدول عن المشروع إلى سواه على سبيل التسنن فيه استدراك على الشرع وحذر. نعم. للمشروع. نعم. واستحباب ذلك وإيهام العامة به والله أعلم. انتهى الكتاب. باقي مبحث. المبحث الخامس: مما أحدثه الوعاظ وبعض الخطباء في عصرنا مغايرة الصوت عند تلاوة الآيات من القرآن لنسق صوته في وعظه أو الخطابة، وهذا لم يعرفه عن السالفين
ولا الأئمة المتبوعين، وهذا لم نعرفه عن السالفين أو لم يعرف عن السالفين. نعم. ولا تجده لدى أجلاء العلماء في عصنا، بل يتنكبونه، وكثير من السامعين لا يرتضونه، والأمزلة مختلفة، ولا عبرة بالفاسد منها، كما أنه لا عبرة بالمخالف لطريقة صدر هذه الأمة وسلفها. والله أعلم. إذن يبقى أنك أنت تقرأ كما هو، يعني أنت في الخطبة الحمد لله نحمده وإلى غير ذلك، جئت عند الآيات مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فاقرأ هي كما هي، لا داعي أن ترتلها أو أن تجودها. وضحت؟ هذا هو المقصود في مثل هذا. ثم أختم بقول سمعت شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في مسألة التقليد، قالوا من قلد صوتا من غير تكلف ومن غير تنطع ولا تمطيط، وقصد به أن يحافظ على التجويد وأن يتعلم منه التجويد، قال فلا حرج. أما من قال من باب الاستهزاء إلى غير ذلك، قال فهذا كفر. قلت ولا توقع مسلما يفعله، أنه يقلد صوتا من المشايخ في القرآن وغيره من باب الاستهزاء. ولما سئل شيخنا الشيخ عبد الرحمن الألباني رحمه الله عن تقليد بعض الناس للشيخ لبعض المشايخ في مصر من المشهورين في الخطابة، قال وأنه كان لا يرى بمثل هذا. الشاهد هذا الإنسان يعني يقرأ بصوته، هذا هو الأفضل، ويبتعد عن التمطيط، ويبتعد عن التكلف، ويبتعد عن التعسف في التلاوة، ولا يهمن كما يقول عنك الناس أنك جميل الصوت أو إلى غير ذلك، ولا تنشغل بما يقول عنك الناس والنساء. بعض القراء وبعض الشباب في التراويح ينتظر كل انتهاء صلاة، ينتظر من المصليات ماذا سيرسلنا وفين في الجوال. وصلنا الفتنة عظيمة والبلاء عظيم، وفوتنا كثير من القراء بالنساء وإلى غير ذلك، وينتظر ماذا يقولون له من باب الثناء على تلاوته. فأصبح هنا يقرأ للناس ولا يقرأ لرب الناس تبارك وتعالى. هذه رسالة جميلة ورسالة ماتعة، ونحن الآن بحمد الله عز وجل قد وصلنا إلى مكة، شرفها الله تبارك وتعالى، قد انتهينا من هذا السفر ومن هذه الرسالة المباركة. الله تبارك وتعالى جعلها نافعة صالحة، وأن يتقبلها منا ومنكم أيها الكرام الفضلاء بقبول حسن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.